أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، حياكم الله جميعا، أهلا بكم إلى برنامج هذا الصباح الذي يأتيكم من الإخبارية الجزائرية على مدار ساعتين من الزمن وتتابعون فيه اليوم. المستهل بمسافة أمان وظاهرة الازدحام المروري التي تؤرق مستعمدي الطريق في العاصمة، وما هي الأسباب والآثار وكيف تسعى مصالح الأمن لفك هذا الاختلاق وضمان انسيابية لحركة المرور. في الشأن الاقتصادي، وقفة اليوم عند الملتقى الجهوي لمنتجي ومحولي الطماطم الصناعية الذي سيعقد اليوم لبحث تعزيز التسهيلات والتحفيزات الممنوحة في هذه الشعبة التي حققت الاكتفاء الذاتي على المستوى الوطني للعام الثاني على التوالي. في الاقتصاد دائما عام ونيف من كورونا، وفي ظل وفرة اللقاح اليوم، ما هي التحديات والرهانات أمام المؤسسات الاقتصادية باتجاه إنعاش الحركية الاقتصادية في بلادنا؟ وفي الساعة الثانية من برنامج هذا الصباح وفي الملف الصحراوي، لنا وقفة عند الخلفيات والأسباب وراء افتعال المغرب للعديد من الأزمات على المستوى القاري والدولي، ما خلق له عزلة دولية، ما تداعيات ذلك على القضية الصحراوية. في ركن قانون، لنا حديث اليوم عن أهمية الانتخابات التشريعية وآلياتها ووظائفها، وما هي ملامح البرلمان الجزائري القادم في ظل كل المتغيرات الحالية. في الأخير، سنعرج على الإجراءات المتخذة لتسريع وتكثيف عملية التلقيح ضد وباء كورونا. وفي الموازاة، لنا وقفة عند قرار الفتح الجزئي للرحلات الجوية الفاتح حجوان القادم وما يرافقه من تدابير وقائية صارمة. إذن ننطلق مشاهدينا الأفاضل بعد قليل بمعرض الصحافة، ونختم بالصباح الرياضي. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل كل هذه المحاور. معرض الصحافة والزميل فتح يعقوب بعد الفاصل. فتحي، صباحك سعيد وعليك التفاصيل. صباحك يا أسعد عفاف. مشاهدينا الكرام، صباح الخير وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري وإلى معرض الصحافة لنهار اليوم. المستهل بصحيفة الخبر التي سلطت الضوء على زيارة العمل والتفتيش التي قام بها رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار. الصحيفة نقلت عن بيان وزارة الدفاع الوطني أن الفريق سعيد شنقريحة التقى بقادة الوحدات المرابطة في هذا القطاع العملياتي، أين أسدى جملة من التعليمات تصب في مجملها حول ضرورة تعزيز موجبات تعزيز الجاهزية العملياتية للتصدي لمختلف أشكال التهديدات. أما صحيفة النهار فنقلت من كلمة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة قوله: لا يخفى على أحد درجة الحرص الشديد الذي نبديه على الدوام في سبيل مواصلة تعزيز قدرات الجيش الوطني الشعبي بكافة مكوناته ليتكيف مع تحديات المرحلة الراهنة ويساهم بذلك في تحقيق الأمن والاستقرار الذي يعد من المتطلبات الضرورية التي يتعين توفرها لنجاح مسار بناء الجزائر الجديدة التي وعد بها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. في خبر نشرته الجريدة الإلكترونية زايرتوب، تم انتخاب البرلمان الجزائري لرئاسة المجموعة الجيوسياسية لشمال إفريقيا، وانتخاب برلمان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لنيابة رئاسة المجموعة، وعاد منصب مقرر المجموعة إلى البرلمان التونسي.
نقلت صحيفة البلاد عن بيان لوزارة التربية الوطنية تحذيرها للأساتذة والموظفين من الانسياق وراء حملات مقاطعة عملية تأطير الامتحانات والأعمال الإدارية لنهاية السنة الدراسية التي دعت إليها بعض نقابات التربية باعتباره تعديا صارخا وخرقا لجميع الأطر القانونية ويتنافى وقوانين الجمهورية. في موضوع آخر، وحسب ما أوردته صحيفة المشوار السياسي، أكد المدير العام للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي موسى بن تامر، أكد استعداد المؤسسات الفندقية بمختلف هياكلها لاستقبال الوافدين إلى الجزائر خلال فترة الحجر الصحي، مطمئنا في السياق ذاته أن الأسعار ستكون في المتناول. أما صحيفة الإخبارية فاهتمت بتصريحات الرئيس المدير العام لشركة سونالغاز شاهر بولخراس، الذي أكد أن الجانب التنموي للطاقات المتجددة سيخضع لتغييرات كبيرة مع منح الطاقات المتجددة حيزا أكبر والتمسك بالغاز الطبيعي باعتباره صديقا للبيئة ومساعدا على الانتقال الطاقوي. في الشأن التنموي دائما، ونقلت صحيفة الحوار عن الرئيس المدير العام لميناء جنجن بواب عبد السلام أن هناك اتصالات قوية مع النيجر، مالي وتشاد لتشجيعها على جعل ميناء جنجن بوابة لتصدير هذه الدول لمنتوجاتها وكذلك الاستيراد في إطار مساعي التكامل الاقتصادي وطنيا قاريا وعالميا. في خبر آخر، وحسب ما أوردته صحيفة اليوم، أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد أنه تم اقتراح ضم المؤسسات الخاصة للتكوين الشبه الطبي المعتمدة ضمن برنامج المخطط القطاعي السنوي للتكوين وتحسين المستوى. جاء في مقال نشرته صحيفة أخبار اليوم تحت عنوان نقص متزايد لليد العاملة بالقطاع الفلاحي بمستغانم، وكتبت الصحيفة يواجه المستثمرون في القطاع الفلاحي بتراب إقليم ولاية مستغانم التي تزخر بإمكانيات معتبرة ومتنوعة متاعب شتى، يبقى على رأسها النقص الفادح والمتزايد لليد العاملة بنوعيها البسيطة والمؤطرة على حد سواء. في الشأن الاقتصادي دائما، وحسب ما جاء في مقال نشرته صحيفة المحور، فقد حل الاقتصاد الجزائري في المرتبة الرابعة بقائمة أقوى الاقتصادات في القارة الإفريقية بتحقيق ناتج محلي قيمته أكثر من 151 مليار دولار في آخر تصنيف اعتمدته مجلة واربس الأمريكية برسم سنة 2021 بعد كل من نيجيريا، مصر وجنوب إفريقيا. الخبر الدولي نقرأه في صحيفة القدس العربي التي عنونت العدوان يرفع نسبة البطالة في غزة لأكثر من 50%. الصحيفة نقلت عن وزارة العمل الفلسطينية أن العدوان الأخير على القطاع الذي استمر 11 يوما فاقم من أزمة البطالة في القطاع لتصل نسبتها إلى 50%. بهذا الخبر مشاهدينا الكرام ننهي هذا الموعد الإخباري وهذه القراءة في الصحف الصادرة نهار اليوم. برنامج هذا الصباح لا يزال متواصلا معكم من الإخبارية الجزائرية مع الزميلة عفاف. شكرا لك فتحي على هذه الإطلالة. مشاهدينا الأفاضل، إلى فاصل نتواصل بعده، ابقوا معنا.
أهلا بكم مجددا مشاهدي الأفاضل. إذن الازدحام المروري من الكوابيس المزعجة التي تؤرق مستعملي الطريق في العاصمة وفي كبريات المدن، وحتى هو أمر شائع في كل كبريات عواصم العالم. ما هي الأسباب وراء كل هذه الظاهرة، وما هي جهود مصالح الأمن من أجل تحقيق الانسيابية في حركة المرور؟ هذا ما سنتعرف عليه مع ضيف ركن مسافة الأمان بعد الفاصل. ضيفي في الاستوديو محافظ الشرطة سيد محمد صداقي، ممثل عن مديرية الأمن الوطني. سيد صداقي صباح الخير وشكرا لك على تلبية الدعوة. صباح الخير ليك، صباح الخير ليك كل السادة المشاهدين. إن شاء الله عندما تحدثوا عن هذا الموضوع، موضوع بالفعل راح يأخذ حيز من الوقت، لأنه كل المواطنين الجزائريين هم على موعد مع الازدحام المروري، سواء كنا مشاة أو سائقين من مستعملي الطريق. سيد صداقي، إذا تحدثنا عنها كظاهرة يعني تقلق وتزعج المستعملي الطريق، كيف نعرفها وما هي مسبباتها خصوصا في المناطق العمرانية؟ أولا نقول بلي أن الازدحام المروري هو ظاهرة عالمية وليس ظاهرة خاصة بالجزائر لوحدها، وليس وليدة أن الجزائر هي التي تحتضن هذه الظاهرة، ولكن نقول بلي أن كل البلدان أو كل المناطق العمرانية اللي توجد بالبلدان العالم اللي تستقطب العدد الهائل أو تستقطب العدد الكبير من المواطنين إلا وهي على موعد مع الازدحام المروري. وهنا بين قوسين نقول الازدحام المروري خلال أوقات الذروة. لازم نعرفوا بلي أن هذا الازدحام راح يكون في أوقات خاصة، اللي لازم علينا نحد ونعطوا الوضعية الخاصة لهذه الأوقات. نقول بلي الفترة الصباحية هي فترة بداية العمل، وين يكون كل المواطنين راهم متوجهين في نفس الوقت إلى أماكن العمل تاعهم لقضاء حاجياتهم على مستوى تلك المناطق العمرانية. ما ننسوش أيضا أنه عندما نتحدث على القطب العمراني في حد ذاته راه يشتمل على مجموعة من العوامل الرئيسية. نقول بلي هناك مؤسسات تربوية وتعليمية، نقول بلي أنه هناك مؤسسات عمومية، نقول بلي أنه هناك مؤسسات خاصة، وبالتالي انه المواطنين كلهم راهم يتنقلوا الى تلك الاماكن اللي راهي متواجده بداخل القطب العمراني. هذا من جهه. من جهه اخرى عندما نتحدث عن الازدحام المروري كحد ذاته، نقول بلي انه هذه الفاضرات اللي راهي تحكم الذروه اللي راهي تكون خلال الفتره الصباحيه في بعض الحالات، ونقول ايضا راه تكون على مستوى مناطق او نقاط معينه، لانه تلك النقطه راهي تعرف حركيه خلال كل تقريبا نقول طيله ايام النهار. وبالخصوص خلال الاماكن نقول تلك المفترقات والمحاور الدورانيه المحوريه الفاصله، لانه هناك شارع رئيسي مشتمل على محلة تجارية، مشتمل على عدة مؤسسات، وبالتالي هناك حركية. من جهة أخرى نقول بلي أنه عندما نتحدث أيضا عن هذا الازدحام، نقول بلي أنه تلتلي هذه الفترة الصباحية وهذه الفترة المتقطعة الفترة المسائية، لأنه نحن أيضا على موعد مع خروج والعودة إلى المنازل، العودة إلى الأماكن الخاصة به، وبالتالي هنا راح يكون هاجس آخر. وبالتالي هنا مصالح المديرية العامة للأمن الوطني راهي تحصي، راهي في موعد لوضع استراتيجية بناءة وخاصة لمحاربة هذه الظاهرة. وهنا نقول حتى ما نقولش باللي ظاهرة لمحاربتها، ولكن نقول أن ننظم الانسيابية المرورية على مستوى الطرقات. نعم سيد صداقي، يعني هل شبكة الطرقات لدينا يعني طاقتها الاستيعابية نقصت؟ هل زاد عدد السيارات؟ يعني هل ممكن أن يكون هذا من الأسباب المباشرة أيضا؟ والله بالفعل نقول بلي انه اصبح اليوم المواطن الجزائري يضع ثقته كامل ثقته في المركبه تاعو، وبالتالي يتنقل ولو كانوا كنشوفوا عائله فقط واحده فيها خمسه من الافراد مثلا. كلهم يمتلكون سياره واحده او سياره خاصه، وبالتالي يفضلوا يتنقلوا فرادا كل واحد بالمركبه تاعو، على الرغم من انه تقريبا في بعض الحالات بلي نشوف بلي انه هو المسار نفسه هو، وبالتالي كل واحد يفضل يتنقل، يقول لك للحريه تاعي نتنقل، عندي اشغال، عندي كذا، عندي كذا. وبالتالي هنا نقول بلي انه هناك ارتفاع في حاضره الخاصه بالمركبات على مستوى المناطق العمرانية أو حتى مستوى على مستوى الجزائر. وأيضا هناك شيء آخر لأنه نقول حتى الوسائل النقل الجماعية موجودة يعني. سواء كان من التراموي، سواء كان من مترو، أو سواء حتى حافلات النقل العمومي للمسافرين، سواء كانت المؤسسات العمومية أو الخاصة. ولكن نقول هناك ثقافة اللي لازم علينا أنه نزرعها بداخل المواطن الجزائري، أنه يتنقل على مستوى هذه الوسائل اللي راهي متواجدة، راهي مؤمنة. عندما نتحدث فقط على مستوى نتحدث عن التراموي أو المترو، نقول بلي أنه هناك جمهرة خاصة بالنسبة للأمن الوطني اللي راهي مكلفة بتأمين هذه الوسائل النقل الحديثة، وبالتالي ما على إلا المواطنين أنهم يتنقلوا على مستوى هذه الوسائل ويتفادوا أنه الثقة الزايدة، أو يحرك بطريقة كما نقول لك يوضع ثقة كاملة في المركبة تاعو ويتنقل بصفة دورية. من جهة أخرى نقول بلي أنه عندما أنا
كشخص انه نخلي المركبه تاعي في مكان ونتنقل الا وانا راح نقول باللي الطرقات نخليها امنه نخليها انسيابيا حتى الحركه بداخل تلك المنطقه العمرانيه تكون خلال على الرغم من انه في فتره الذروه ولكن تبقى انسيابيه في كل فترات. لابد على يعني المواطن الجزائري ان يفكر يعني في الاخرين وفي المصلحه العامه. سيد صداقي، اذا تحدثنا عن تاثيرات يعني الازدحام المروري خاصه من الناحيه النفسيه بالنسبه للسائقين، ما يخلق لنا يعني مشاكل اخرى لاحقا؟ والله بالفعل انا نبدا بالعباره نقول بلي انه تنتهي او تبدا الحريه تاعي عندما تنتهي حريه الاخرين، وبالتالي من هذا المثل نقول بلي انه شفنا او لاحظنا من خلال المعاينه الميدانيه او خلال من خلال المراقبه عن طريق الكاميرات اللي راهي منصبه على مستوى كل الطرقات، شفنا بلي انه العديد من السائقين راهم يقوموا ببعض التصرفات السلبيه، هذه التصرفات هي من الاسباب المؤديه الى تلك الازدحام المروري. نقول نعطيك على سبيل المثال نقول الركن العشوائي للمركبه، تكون المركبه تاعو بطريقه عشوائيه وفي بعض الحالات يقوم بتوقيف المركبه تاعو في مكان، هنا على الرغم من انه نشوف بذلك الطريق راه ازدواجي طريق ازدواجي بالنسبه للمركبات، يوقف في المركبه تاعو، هنا نشوف حتى التاخر اللي راه يشكله بالنسبه للمركبات في الخلف هو تاخر كبير جدا، وبالتالي هنا راح يطلب منا مجهودات كبيره لمعالجه ذلك الوضع. من جهه اخرى في الغالبيه الاحيان دائما نتاكدوا او نتحدثوا عن السائقين ولكن نتغافلوا عن المشاة اللي منسوب نعم. للعديد من المواطنين راهم يقطعوا الطرقات بطريقه عشوائيه على الرغم من تواجد الممرات العلويه او السفليه او اللي راهي محميه او اللي راهي منظمه حتى عن طريق الاضواء الثلاثيه الومضه، وبالتالي عندما تقطع في غير المكان المخصص لك الا هنا راح تعرق حركه المرور، وبالتالي نقول العرقله اللي راهي تكون سواء من طريق المشاة او حتى عن طريق السائقين من طريق عن طريق الركن العشوائي للمركبات هي اللي راح تخلق في بعض الحالات نقول باللي عندما نتحدث عن النفسيه تاع المواطن راح تخلق له نرفزه، راح تخلق له نوع من الضغط، راح تكون تسبب له نوع من الهاجس او القلق. ما ننساوش بلي انه انا كي نوضع الساعه 7 تاع الصباح مثلا لازم لي نلحق على 8 لاني عندي موعد خاص، وبالتالي اذا قضيت كل تلك الفتره على مستوى الطريق نتيجه بعض التصرفات اللي كان قام بها العديد من السائقين اللي سبقوني في الفتره الصباحيه، هنا ما نقول دائما ندعوهم انه يتحلوا بروح المسؤوليه اكثر. نعم، نعطيك مثال ايضا اخر نقول بداخل المنطقه العمرانيه راهي هناك العديد من المؤسسات التربويه والتعليميه. نعم. كم منا نقول باللي سواء كانوا نساء او رجال يفضل انه يوقف المركبه تاعو في الطريق، يهبط ينزل الاولاد تاعو ويتناسى باللي كاين السائقين راهم في الخلف، كل واحد راه عنده الاشخاص تاعو، كل واحد عنده المواعيد تاعو، وبالتالي هنا ما عليهم الا يوقف المركبة تاعو في اقصى اليمين حتى ما يعرقلش حركة السير وما يسببش احراج للمواطنين اللي راهم في الخلف. وهذا ما يخلق سيد صداقي العديد من المشاحنات والمناوشات يعني ونلاحظها يومين بشكل يوم بين المستعملي الطريق. بطبيعة الحال هنا المناوشات اللي راهي تقع بين المواطنين من هذه التصرفات لانه كلنا رانا نعانوا منها او حتى في بعض الحالات نتكلموا عليها، ولكن نحن ايضا نقع نكونوا من المتسببين فيها، وبالتالي ما علينا الا نعاودوا نرجعوا انفسنا، نعاودوا نتحلوا بروح من المسؤوليه اكثر بالمزيد من ضبط النفس والحكمه، ضبط النفس او التحكم في قياده المركبات، او حتى اني ما نشوش باللي نقول باللي انه اليوم المنطقه العمرانيه راهي فيها حركيه كبيره، وبالتالي ما علينا الا اذا كنت انا دخلت تلك المنطقه ناخذ كل الاوقات اللازمه، حتى في بعض الحالات انا نقول باللي كلمه اخرى نعطيها لك نقول باللي ما كانش التخطيط المسبق للمسار تاع الانسان. نعم، انا نقود المركبه تاعي على بالي بلي نتوجه الى اماكن محدده، هنا لازم لي نخطط ذلك المسار ونشوف وين نوقف المركبه تاعي باش ما نسببش خطوره للناس، وايضا نخلي وقت كافي اذا كنت انا على بالي باللي اوقات الذروه راهي تبدا من 7 تاع الصباح حتى تقريبا 8:30 ولا 9، انا نتنقل قبل 7 تاع الصباح ونخلي او وقت ليا وتكون عندي اريحيه في المناوره في ذلك الأوقات. سيد صداقي، بالنسبة لكم كمصالح أمن الوطن يعني لديكم جهود من أجل تحقيق هذه الانسيابية، كيف تنسقون الأمر يعني؟ بداية نقول بلي أنه مصالح المديرية العامة للأمن الوطني قبل أي شيء راح تكون عندها دراسة بناءة. نعم. تبدأ هذه الدراسة من دراسة تلك النقاط السوداء على مستوى كل المناطق العمرانية والحضرية، وبالتالي هناك مخطط إحصائي للنقاط السوداء. نعم. اللي راهي متواجدة بكل المناطق العمرانية، عندما نتحدث نقول ربع الوطن، كل ربع الوطن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني إلا وتمتلك خريطة جغرافية لكل هذه النقاط السوداء. نعم. التي يتم إحصاؤها، هناك تنسيق ميداني حثيث في الميدان كمصالح أمنية ومع مختلف الشركاء الميدانيين من مصالح أمنية أخرى أو حتى السلطات المحلية المعنية بهذا المجال. هذا من جهة، من جهة أخرى نقول اليوم لضمان سيولة الحركة المرورية بداخل المناطق العمرانية على الرغم من أنه هناك ضغط مروري، هناك كثافة مرورية، هناك ازدحام، إلا اليوم يتم التوجه
بصفة محكمة إلى العنصر، ما نقولش العنصر البشري، ولكن إعادة توزيع العنصر البشري من خلال استغلال الوسائل الحديثة في مجال الرقابة. نعم. عندما نتحدث عن الوسائل الحديثة في مجال الرقابة اليوم راهي تعطينا نظرة شاملة، نظرة واسعة لتسيير العنصر البشري وأيضا للمحاربة تلك النقاط اللي أصبحت سوداء. عندما نقول نقطة سوداء نقول نقطة رأى فيها ضغط مروري، أصبح هناك توقف للحركة المرورية بتلك النقطة في يكون مقاطع. وبالتالي عندما نقول بأن هناك الوسائل الحديثة نبدأ بالطائرات الهليكوبتر أو الطائرات العمودية، نقول بأن مصالح المديرية العامة للوطني أصبحت تستغل العامل الجوي الآني، لأنه العامل الجوي رح يعطينا النقل الآني للصور. في بعض الحالات الأخرى عندما نشوف بأن هناك ضغط مروري راح يكون تنسيق ميداني أو حتى إعطاء تعليمات بالنسبة للقادة العمليتين، نشوف اليوم رؤساء المصالح حتى راهم على مستوى المركبة تاعهم مجهز بتجهيز اللي نقول هو جهاز الهاندي فيو اللي راح يعطينا النقل المباشر للصورة ما بين المروحية والقائد العملياتي في الميدان، وبالتالي ما عليه إلا القائد العملياتي اللي راه في الميدان راح يعطي تعليمات ويوجه أو إعادة توجيه لتلك الفرق وبالخصوص فرقة سكوتر اللي راح تكون الانسيابية تاعها في الميدان كبيرة، ويتوجه إلى تلك النقطة لضمان أنه هذه النقطة ما توقفش وضمان الانسيابية المرورية. من جهة أخرى أيضا نقول هناك توجه نحو استغلال الكاميرات المراقبة اللي راهي تقريبا نقول للعديد من الولايات اللي راهي مزودة بهذه التجهيزات، راهي تعطينا نظرة واسعة، نظرة شاملة ونقل مباشر لكل المحاور المفترقة الطرقية، ويتم التعامل معها في حينها من خلال التوجيه المحكم في الميدان. وبالتالي اليوم الحمد لله نقول العنصر البشري ما بقاش في الميدان وحده ليقوم بمثل هذا العمل، ولكن يتم الاستعانة بمثل هذه الوسائل الحديثة اللي راهي تذل لنا صعوبات كثير وكثير في الميدان. حتى المواطن الحمد لله اليوم ما أصبحش أنه يتكلم عن انقطاع الحركة المرورية، يعني على الرغم احنا نقولوا باللي راهي ثقيلة، راهي في بعض الحالات نقول باللي مش منقطعة، راهي تبقى الحركة المرورية في المسار تاعها حتى تنتهي أوقات الذروة، وهذا من خلال هذه الوسائل اللي راهي مستغلة في الميدان. هذا من جهة. من جهة أخرى اليوم مصالح المديرية العامة الوطني تبني مخطط آخر وهو مخطط وقائي اتصالي محض. نعم. لأنه نبقى في اتصال مباشر مع المواطنين سواء كانت عبر القنوات التلفزيونية أو القنوات الإذاعية، نعطيهم الرسالة الخاصة لكل الواش راه يسرى في الميدان حتى يكون عنده نظرة اللي يتنقل قبل ما يتنقل من المسار تاعو من المنزل حتى إلى المكان المقصود، يبقى هو في إطار الإعلام الأمني حتى تكون عنده أريحية ونفسية وما يبقاش عنده هاجس ذلك الضغط النفسي. نعم. على مستوى الطرقات. سيد صداقي، ماذا عن التغطية الأمنية يعني من قبل مصالحكم لأهم محطات النقل؟ يعني بطبيعة الحال عندما نتحدث عن محطات النقل نبدأ نقول باللي محطات النقل العمومي نقول خلال الفترة الصباحية إلا هناك دوريات سيتم توجيهها خلال تلك الفترة لضمان تأمين المواطنين على مستوى تلك الأماكن. ما ننسوش أيضا عندما نتحدث عن وسائل النقل الحديثة هي أيضا نقول بالنسبة لمحطات للعربات المترو. نعم. كل المحطات إلا وفرقة تأمين النقل أو فرقة التراموي راهي متواجدة عبر كامل المحطات وبالخصوص المحطات الكبرى اللي راهي تعرف إقبال الكبير من المواطنين هنا حتى نضمنوا التأمين الخاص بالنسبة لكل المواطنين أثناء تنقلاتهم. من جهة أخرى نتحدث عن السكك الحديدية، هي أيضا نقول باللي كل محطات السكك الحديدية لا متواجدة في قطاع الاختصاص إلا هناك مراكز الشرطة راهي متواجدة، هناك تشكيل بشري وبالخصوص خلال الفترة اللي راهي تكون عارف حركية، لكن عندما نقول الفترة الحركية الفترة الصباحية والفترة المسائية تكون هناك تحرك حديث، وبالتالي هنا لدرء كل الأخطار بالنسبة للمواطنين، ونقول لأنه التوقف تاعهم أو المكوث على مستوى تلك المحطات راح يكون بطريقة آمنة من خلال تواجد الشرطيين بالزي الرسمي. نعم. على مستوى تلك الأماكن. سيد الداقي، في الأخير يعني إذا حبيت توجه نصائح للمواطنين يعني من أجل القضاء أو الحد من هذه من هذا الازدحام المروري. والله نطلب من كل المواطنين أنه اليوم أنه بالفعل معليش نقول بأنه المركبة هي حرية تنقل، هي بالنسبة لكل المواطنين يتنقل بالمركبة تاعه، ولكن نقول عقلنا وتسيير المركبة وتسيير التنقل على مستوى الطرق والتوجه نحو الوسائل النقل الحديثة اللي راهي متواجدة عبر كل النقاط والمحاور. بالفعل هناك نقص بالك في الأماكن تحرك المركبات، ولكن هناك توجيه من جهة أخرى حتى تتواجد فضاءات ويخلي المركبة تعب بطريقة آمنة ويتوجه من جهة أخرى إلى وسائل النقل الحديثة، ولكن يبقى أنه نقول بلي أنه مصالحنا راهي تقوم بالدور تاعها في الميدان على مستوى المناطق الحضرية لضمان الانسيابية المرورية، ولكن أيضا ما ننسوش بلي أنه ما عليهم إلا البقاء في اتصال وتواصل مع مصالح المديرية العامة الوطني لأخذ كل النصائح والإرشادات، ويبقى كما قلت أن ما تكونش هناك مشاحنات ونحن نحن أذن صاغية في كل هذا المجال. نعم، مشكورين سيد محمد صداقي محافظ الشرطة ممثل عن مديرية
الأمن الوطني على كل مجهوداتكم النبيلة وعلى حضورك الكريم وهذه النصائح القيمة. شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا الأفاضل، إلى هذا الروبورتاج الذي أعده الزميل عبد المالك درحمون حول مصنع للألواح الشمسية بميلا، خطوة نحو تعميم استخدام الطاقات المتجددة. بطاقة إنتاج تقدر ب3000 قطعة في الشهر، يعتبر مصنع إنتاج اللوحات الشمسية بشلغوم العيد أول مصنع في الجزائر يقتحم هذا المجال. أنا ماشيين مع البرنامج الطموح اللي وضعته الحكومة فيما يخص الطاقات المتجددة واللي يمتد حتى لسنة 2035 من أجل الانتقال الطاقوي وإدخال طاقات متجددة في إنتاج الكهرباء. فالمصنع هذا إن شاء الله سيكون أحد الركائز اللي يعتمد عليهم البرنامج هذا تاع الحكومة في هذا المجال. فاحنا باذن الله الان احنا انطلقنا في المشروع، كما شفتوا كلهم شباب، كلهم متحمسين، كلهم من ابناء المنطقه، باش بينا باللي الجزائريين قادرين ينجحوا هنا في بلادهم وقادرين ينجحوا على الرغم من التحديات اللي موجوده. المصنع تاعنا نركزوا فيه بوكو بليس على الليتست تكنولوجيز، على لا سيلول، على المواد الاوليه، وثاني حاجه وهي اهم حاجه هي لا كاليتي تاع البرودوي تاعنا. أن الكاليتي تاع البرودوي تاعنا سولون لي نورم اوروبيان. المصنع يزخر بطاقة شابة تعمل على توفير هذا المنتوج بكميات معتبرة، خاصة وأننا نتجه إلى استعمال الطاقات المتجددة في عديد المجالات. تقدمت طلب عمل لشركة ميلتك باش نعمل معاهم كمهندس، صافي بليزير يكون عندنا مصنع كيمن هذا في حي كيمن هذا، قادر ما سمعتوش بها من قبل. تقريبا نخدم الكفاءات لهنا تاع شنوم العيد كامل، الشباب تاع شنوم كامل، تاع شنوم العيد كامل، ولا حي سوا حي بوقرانه راهم يخدموا لهنا، لقاو لا تكنولوجي وين يقدموا الابداع تاعهم. Now we make all the trainings and we see here the workers are. عند قدومنا إلى الجزائر وجدنا طاقات شابة محبة للتعلم، وهي تعتبر مستقبل الجزائر خاصة في مجال الطاقات المتجددة. المصنع بدأ في الإنتاج أواخر سنة 2019، وهو يعمل على تغطية السوق الوطنية بهذا المنتوج المهم، ولما لا تصديره في السنوات القادمة. أهلا بكم مجددا مشاهدي الأفاضل. نبقى دائما في الشان الاقتصادي، وقفتنا الآن عند الملتقى الجهوي لمنتجي ومحولي الطماطم الصناعية الذي سيعقد اليوم لبحث تعزيز التسهيلات والتحفيزات الممنوحة في هذه الشعبة التي حققت الاكتفاء الذاتي على المستوى الوطني للعام الثاني على التوالي. متابعة للموضوع أربط الاتصال هاتفيا مع السيد محمد خروبي المدير العام للديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم. سيد خروبي صباح الخير. صباح الخير سيدتي. شكرا لك على قبولك دعوة المشاركة معنا. سيد خروبي، ما هي أهم المكتسبات المحققة بالنسبة لشعبة الطماطم خلال السنة الماضية، وما هي أهداف هذا الملتقى الذي سينظم اليوم؟ شكرا سيدتي. إذن صباح الخير لكل مشاهدينا الكرام، والشكر موصول لكل الفاعلين في القطاع الفلاحي، وبالخصوص نذكر الفلاحين والمربيين وكل الصاهرين عبر مختلف سلسلة الإنتاج في تمويل السوق الوطنية من احتياجات المواطن لمختلف المواد الاستراتيجية. إذا كما ذكرت اللقاء الجهوي لشعبة الطماطم الصناعية، وهي شعبة استراتيجية لتوليها وزارة الفلاحة والدولة أهمية كبيرة، مما تكتسيه من خلق الثروة، من تعزيز المكتسبات لهذه الشعبة للاستغناء نهائيا من استيراد هذا المنتوج، حيث هذا اللقاء الجهوي اللي يشمل 10 ولايات يندرج ضمن التعليمات سيد وزير الفلاحه والتنميه الريفيه اللي يحث الى نزول الاطارات الى الميدان ومرافقه كل المنتجين والفاعلين في هذا مختلف شعب الانتاج من اجل الاصغاء، من اجل تذليل كل العراقيل اللي قد تؤدي بالنقص في الانتاج وايضا تعرقل المكتسبات لهذه مختلف الشعب الاستراتيجيه. سيد خروبي، ما هي الترتيبات التي تنوون التركيز عليها في هذا الملتقى من اجل يعني تعزيز التحفيزات الممنوحه للمنتجين والمحولين؟ بالفعل دعيني سيدتي نعطيك بعض المعلومات فيما يخص الحصيله للسنه الماضيه فيما يخص المساحات المغروسه للطماطم الصناعيه لعرض التوسع نوعا ما فيما يخص هذه المساحات عبر 21 ولايه
بعدما كانت حكرا على بعض الولايات الشرقية، حيث المساحة الإجمالية للسنة الماضية بلغت ما يفوق 24600 هكتار السنة الماضية. العام هذا نرتقب توسيع هذه المساحات لتصل إلى ما يقارب 27000 هكتار. فيما يخص الإنتاج الإجمالي للسنة الماضية كان يقارب 19 مليون قنطار، حيث تم تحويل ما يقارب 9 ملايين قنطار من الطماطم الطازجة اللي أعطتنا ما يفوق 1,460,000 قنطار ليعادل ثنائي أو مضاعف التركيز. هذه التعزيزات وهذه الكميات اللي تحصلنا عليها السنة الماضية سمحت لتعزيز المكانة لهذه الشعبة، أي نقصنا فيما يخص استيراد ثلاثي التركيز وثلاثي التركيز منذ 2019، حيث كان هناك إدراج ضريبة إضافية لتسمح بالفلاح أو المحول ما يخسرش وتحافظ على هذا الإنتاج. هذا هذه الضريبة أي لودابس ما يقارب 120%، مما سمح بتقليص فاتورة الاستيراد اللي كانت تقارب 43 مليون دولار جزائري، أي بقيمة استيراد لتفوق 53000 طن في 2018. كل هذه التعزيزات سمحت للفلاحين باش يوسعوا في المساحات، يكثفوا والتحكم اكثر للمسار التقني، التحكم اكثر ايضا للسقي التكميلي اللي راهو بلادنا عرف شح نوعا ما في الامطار. الحمد لله الفلاحين راهم ادرجوا عمليه السقي التنقيط بالتنقيط، حيث كل المناطق الانتاج راهي تقريبا 90% تستعمل السقي بالتنقيط، السقي الاقتصادي. نعم سيد خروبي، ماذا بالنسبه لولايات الجنوب؟ بالنسبه لولايات الجنوب اللي عرفت توسيع لهذه المساحات المغروسه، اللي حاليا المساحه اي عمليه الجني راهي انتهت، حيث المنتوج اللي تم تحويله يفوق 380000 قنطار، مما راح يعزز في الاقتصاد الوطني، راح يخلق ثروه بالنسبه لهذه المناطق، ونزولا لطلبات الفلاحين. وفقا للبرنامج الجديد اللي تم امضائه من طرف السيد وزير الفلاحات، تم ادراج ما يعرف بالوزان اللي يسمح للفلاحين الصغار باش يتكتفوا ويسمح لهم باش يسوقوا المنتوج تاعهم عبر المصانع التحويل المتواجده عبر الولايات الجنوبيه، بالاضافه ايضا الى ادراج ايضا السماح للتعاونيات الفلاحيه ولجروبمون دانتيري باش الفلاحين يتكتلوا ويتهيكلوا باش يسمح لهم باش يكون هناك قوه اقتراح، يكون هناك ايضا تقليل من الاعباء على هذا المنتوج، مما يسمح لهم الربح اكثر. وتسهيلات وضعتها الوزاره فيما يخص دفع العلاوات، حيث سهلت كل العراقيل اللي كانت نشاهدوها في السنوات الماضيه اللي كانت ما تخليش الفلاح يخلص مباشره بعد الدفع. العام هذا كاين اجراءات اخذتها على مستوى الوزاره راح تسمح للفلاحين باش يتحصلوا على العلاوات اي المنح للانتاج، بالاضافه الى المحاولين ايضا يتحصلوا على منحه للتحويل في ظروف جد قاصره. ما كانش هناك نشوفوا شمو اي عده سنوات الفلاح هو يستنى، لحد الان عمليه الدفع راهي لهذه المنح راهي تقارب 99%، بالاضافه الى 12 دينار اللي تحصلها المنتج من كادنى قيمه اي كادنى سعر، راهو يتحصلوا على مستوى كل المصانع التحويليه. سيد خروبي، يعني ما دمنا حققنا الاكتفاء الذاتي في هذه الشعبه للعام الثاني على التوالي، ما هي افاق التصدير؟ بالنسبه للتعزيزات هذه اللي سمحت للفلاحين باش يستثمروا باش يوسعوا في المساحات، وايضا سمحت للمصنعين باش يوسعوا الطاقات الانتاجيه، حيث هذا العام هذا عرفت توسيع فيما يخص الطاقه الانتاجيه ب 11%، حيث وصلت الطاقه الانتاجيه ل 45000 طن، اي زياده ب 11% مقارنه بالسنه الماضيه. هذا دليل على الاستثمارات، دليل على خلق الثروه، دليل ايضا على المكانه اللي تحتلها هذه الشعبه الاستراتيجيه، وكل اليد العامله اللي تجند سنويا في مختلف المناطق الانتاج نشاهدها ككل صيف،
هناك من طلبة من عائلات تقوم بعملية الجن وتوزيع على مستوى مصانع التحويل. احنا العام هذا بصدد مرافقة الفلاحين وأيضا الإدارات على المستوى المحلي لنقوم بمرافقة ووضع برنامج روزنامة لعملية الدفع لتفادي للطوابير اللي كنا نشاهدوها كل سنة لتؤدي بالخسارة بالنسبة للفلاح وأيضا المنتج والمنتج المحول والاقتصاد الوطني كصفة عامة. هذا ما يسمح بتحويل كميات أكثر. نهدف إلى تحويل كميات أكثر من ثلاثي التركيز وثلاثي التركيز مما يسمح للاكتفاء على مستوى السوق الوطنية والولوج إلى السوق الخارجية إن شاء الله. شكرا جزيلا لك سيد محمد خروبي المدير العام للديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم على هذه المداخلة القيمة. مشاهدينا، دائما في الشان الاقتصادي عام ونيف من كورونا، وفي ظل وفرة اللقاح اليوم، ما هي التحديات والرهانات أمام المؤسسات الاقتصادية باتجاه إنعاش الحركية الاقتصادية في بلادنا؟ ضيف الصباح والمزيد من التفاصيل بعد الفاصل. ضيفي في الاستوديو سيد محمد سامي عقلي، رئيس منتدى الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين. سيد عقلي صباح الخير. صباح شكرا الخير. لك على تلبية الدعوة. شكرا للاستضافة. أهلا وسهلا بك. سيد عقلي، كيف يمكن لنا أن نصف الوضعية الحالية للمؤسسات الاقتصادية في الجزائر بعد عام ونيف من كورونا وفي ظل وفرة اللقاح؟ يعني كيف هو مناخ الاستثمار اليوم؟ اليوم الوضع الاقتصادي يعني كباقي دول العالم، هذا كورونا أثرت على الاقتصاد بطريقة يعني مباشرة، على المؤسسات، على سيرورة العمل بصفة عامة والاقتصاد بصفة خاصة. اليوم وضع الاقتصاد في الوطن وضع مقلق، الشركات تعاني بأزمة، أزمة كورونا زيادة ومضاعفة على أزمة كورونا سنة 2019. كل ما ورثناه نوعا ما من سنة 2019 اللي كانت أزمة نوعا ما اجتماعية وأزمة سياسية اللي أثرت على الاقتصاد من بداية سنة 2019، جاءت سنة 2020 بكل ثقلها على الاقتصاد، تهات انهيار أسعار النفط. نعم. زيادة على هذا كورونا. لإجابة على السؤال بطريقة مباشرة، ما هو حال الاقتصاد؟ حال الاقتصاد اليوم مقلق، والأزمة نوعا ما اليوم راي تؤثر بطريقة عميقة على الاقتصاد بكل أنواعه. نعم. بكل أنواع الشركات، صغيرة كبيرة ومتوسطة كانت. يعني اليوم الرهان هو كيف حقيقة النهوض بسرعة والخروج بسرعة من هذه الأزمة اللي هي أزمة مرة أخرى بعدة نواحي جوانب. على ذكر كذلك سيد عقلي، يعني إنعاش الحركية الاقتصادية هو الرهان اليوم بالنسبة للجزائر في هذا العام، يعني من الضرورة بمكان الخروج من اقتصاد المحروقات الذي أصبح يعني الخروج يعني من هذا الاقتصاد إلى تنويع موارد جديدة وتنويع هذا الاقتصاد، ما هي الأولويات اليوم؟ نعم، الخروج من الذهاب نحو النموذج الاقتصادي الجديد بعيد على الريع، بعيد على الاقتصاد مبني على نوعا ما أسعار النفط وكل ما عرفناه من قبل، هذا مرة أخرى اقتصاد ما يقدرش يضمن نوعا ما النمو في المستقبل، ما يقدرش يضمن الازدهار يعني في المستقبل. النموذج اليوم إجباري علينا الذهاب نحو نموذج آخر مبني على اقتصاد آخر، اقتصاد المعرفة، مبني على اقتصاد تقوى صناعية جدية وتترجم يعني مستوى السوق الجزائري. اليوم هذا ليس خيار، إجباري علينا الذهاب فيه. خطة إنعاش اقتصادي يعني طلقت من طرف رئيس الجمهورية اللي احنا نعتبرها خطة اليوم إجباري أن تنجح، هي الخطة نوعا ما تاع الفرصة الأخيرة. نعم. ما نقدروش نسمحوا رواحنا، ما عندناش القدرة أنه نقابلوا أزمة أخرى. نعم. اليوم الأزمة يعني بكل ثقلها راهي نوعا ما ترهن عدة سنوات من العمل إلى الرجوع نوعا ما إلى نقطة الصفر أو نقطة التوازن. إجباري على هذه الخطة الإنعاش الاقتصادي، وإجباري علينا كل كقوى اليوم تجند يد في يد للمساهمة بطريقة جدية وبطريقة عملية في إنجاح الإنعاش الاقتصادي والنهوض بهذا النموذج الاقتصادي الجديد. ليس خيار مرة أخرى، أنا نقول لك باللي العالم يتغير، المنافسة راهي شرسة اليوم في العالم، شرسة ما بين الدول، ما قعدتش يعني منافسة ما بين الشركات فقط. على هذه اليوم لازم حقيقة النظرة الاقتصادية تكون نظرة
مطابقة وواقعية لنعيش الاقتصاد، مش نظرة فقط نوعا ما وهمية أو نظرة فقط يعني نتكلموا على ما مشى لهيك وراح يمشي في الجزائر. الجزائر عندها خصوصية تاعها، السوق الجزائري مهم، القدرات في الجزائر مهمة. احنا شفنا في ميدان ميادين مثلا، ميدان الفلاحة، في ميدان الخدمات، في ميدان الصحة، في كل ميادين يعني فيه نوعا ما من تطور. اليوم الرهان هو كيف النهوض بسرعة بمنظومة صناعية ويعني نسيج صناعي قوي. خطر الاقتصاد يترجم في الميدان، يترجم في الميدان لازم يعود مترجم بقوة صناعية حقيقية. ونتكلم اليوم على تصدير ونتكلم على عدة نقاط لمرهونة بكل هذا العمل. بالتفصيل في هذه النقطة سيد عقلي، ربما كانت سنة 2020 هي سنة إصدار القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي، لتكون 2021 إرادة سياسية لتجسيد هذه المشاريع. هل نحن يعني في الاتجاه الصحيح اليوم لزرع المزيد من الثقة في الاقتصادي الجزائري بالنسبة المستثمرين المحليين وحتى الأجانب؟ هي البنية التحتية الحقيقية للنجاح هي الثقة. اليوم الثقة ما تقدرش تجي إلا بالنوايا، لازم تجي بطريقة عملية وبقوانين مستقرة، بمنظومة قانونية مستقرة جذابة للاستثمار، مش تهرب لك الاستثمار. منظومة قانونية تتماشى بمعايير الدولية. هذا اليوم راه يمشي فيه الإرادة، نعم فيه النية الحسنة، فيه الإرادة. التطبيق نوعا ما اليوم يدي وقت كثير. اليوم الوقت هو الرهان الحقيقي، والوقت هو العدو أو الحليف تاعنا اليوم في النقطة هذه. ما عندناش القدرة مرة أخرى لمقابلة الشركات الصغيرة المتوسطة، ليست لديها القدرة. والشركات الصغيرة المتوسطة هي اللي تمثل 95% من النسيج الاقتصادي الوطني. هي اللي عندها القدرة الحقيقية باش تمشي والمحرك الحقيقي للاقتصاد. عندما الشركة هذه ما تقدرش، عندهاش القدرة المالية أو السيولة أو القدرة البشرية باش تقدر تشد أكثر مما قدر يعني شدته والصبر هذا اللي في 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 ظل هذه الأزمة. اليوم أنا أقول لك الرهان حقيقة هو التجند، والمحور الاقتصادي يعد محور يعني مركزي في كل العملية. فيه نعم العمل السياسي، في العمل الاجتماعي، في كل أعمال أخرى، ولكن الحرب نفس الطاقة اللي اعطيناها في المحاور أخرى لازم تمد اليوم لإنقاذ الاقتصاد والمتعامل الاقتصادي والشركة. عندما تكلموا على الشركة تكلموا على مناصب عمل، عندما تكلموا على مناصب عمل تكلموا على القدرة الشرائية، وعندما تكلموا على القدرة الشرائية هذه اللي تضمن وتسمح نوعا ما هذه العدالة الاجتماعية لكلنا كقوى. لازم حقيقة نتجندوا ونركزوا للمساهمة في إنجاح هذا الهدف اللي هو الذهاب نحو عدالة اجتماعية تضمن نوعا ما ازدهار حقيقي والعمل وسيرورة العمل في الاقتصاد. سيد عقلي، ماذا عن البحث عن موارد أخرى من أجل تنويع هذا الاقتصاد؟ يعني نتحدث عن أهمية الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة، أمامنا تحديات كبيرة حتى لتحقيق التحول الطاقوي اليوم. نعم، احنا حقيقة هي مسألة نوعا ما ذات أهمية قصوى عندنا في الكونفدرالية. عندنا لجنة جد مهمة يترأسها يعني أهم الأخصائيين في العالم، هو جزائري، أهم أخصائيين في العالم السيد الدكتور رياض بوجمادي، اللي مرة أخرى سير في العالم عدة مشاريع في التحويل الطاقوي والذهاب. احنا البارحة يعني كانت فرصة نوعا ما اللي خرجنا بدراسة، احنا نعتبر رواحنا كقوة اقتراحات، وخرجنا باقتراحات ميدانية تترجم نوعا ما يمشي به العالم. 41 اقتراح، دراسة معمقة حول 41 اقتراح لإنجاح نوعا ما الذهاب نحو هذا التحول الطاقوي اللي اليوم هو مصيري. تقدرش نوعا ما عندنا بعض السنوات يلحق وقت أنه لازم نجيب إلى السؤال هل نستهلك أو نصدر، ما نقدرش نعمل الاثنين. وهل نقعد الجزائر حقيقة عضو و يعني أم هي داخلة في كل المنظمات العالمية وكل يعني لزينيسياتيف تعالى كوب 21 ومبادرات، وهي ما أمضات يعني داخلين في هذا ملتزمة بهذه نوعا ما الزنجاج متوعنا. لازم حقيقة نمشي في هذا المسار، وزيد عندنا القدرة. اليوم الجزائر، السوق الجزائري يعتبر من أهم الأسواق في العالم في ميدان مثلا الطاقة الشمسية، في ميدان مثلا الطاقة
طاقه اللي تجي عن طريق الرياح. نعم. الحراريه ايضا عندك الهيدروجين، هذه يعني مسائل ما بديناش فيها. احنا رانا في البدايه، ولكن ما نقدرش نقولوا باللي رانا متاخرين ولا رانا ما كاش تاخر. اليوم لعله التاخر تاعنا راح يفيدنا اليوم، خاطر التكنولوجيا تطور بطريقه جد سريعه في العالم. نعم في العالم. لازم حقيقه نمشيو باحسن النماذج اللي بينت النجاح تاعها مش بينت الفشل تاعها. يعني حتى في ظل تزايد الطلب المحلي على الكهرباء يعني وضروره الحاجه لتقليل الانبعاثات الحراريه، هذا ايضا حافز قوي بالنسبه للجزائر ان تستغل هذه الطاقه الكهربائيه. يعني نقول لك من جهه يعني حمايه المناخ جد مهمه، من جهه الاقتصاديه يعني هي تقدر تكون حقيقه كما يقولوا بالفرنسي لوفي دو كواسونس مهم. نعم. للذهاب نحو يعني الازدهار الاقتصادي والنمو الاقتصادي ونموذج اقتصادي اخر. نعم. مش نموذج مبني على الطاقه اللي عرفناها، يعني كلنا كمتعاملين اقتصاديين كمواطنين نتبعوا سعر البترول. نعم. مش معقول، لازم نخرجوا من هذا الشيء ونذهبوا الى بدائل اخرى مستدامه تتماشى بسوق عالمي. بهذا لازم انفتاح للعالم، لازم منظومه قانونيه تسمح الاستثمار بطريقه واضحه في هذه الميادين. كيف نمشي عندما ننتج، كيف نبيع، هذه المسائل اللي اليوم تطرح في ميدان الطاقه نوعا ما والتحول الطاقوي. مره اخرى مساله مصيريه. نعم. لازم علينا ان الذهاب الى وجه في بعض من يعني بعض السنوات يعني 10 سنوات. نعم. او ما يقولها 15 سنه، فيه دول يتكلم اليوم باش تلحق 70 80% من الاستهلاك تاع الطاقه تاعها من الطاقات المتجدده. هذا واش معناتها؟ يعني يكون اقل طلب، والجزائر مصدره لهذه. نعم. الطاقه. قلت لك السؤال، هل نصدر هل نستهلك و وش راح نصدر من نوجين؟ الهيدروجين يقدر يصدر عده يعني امور اللي تقدر حقيقه تسمح والتحول التقوي سيد عقلي مرتبط. نعم. جدا بالنجاعه التقويه ايضا، حتى يعني في الداخل ايضا يجب اقناع المواطن بالاندماج في هذا المسار. نعم. انا قلت لك هذه النجاعه الاقتصاديه عندما تشوفها من الزاويه الاقتصاديه اللي نشوف المستهلك باللي عندما يدير يعني يستهلك الطاقة الشمسية. نعم. عنده حقيقة تعمل له اقتصاد مهم في الميزانية تاعه. نعم. وإنجاح نوعا ما كل هذا مرة أخرى مسألة جد مهمة، هو عنده علاقة بالاستثمارات. لازم فيه حقيقة اليوم تحفيزات كبيرة للاستثمار بسرعة في هذه الميدان. لازم إنتاج ماكينات، إنتاج. نعم. يعني وسائل، إنتاج. نعم. يعني منتوجات اللي تدخل في تصنيع كل ما يدخل في مسار الاستثمار وفي مسار هذا الاقتصاد التحول الطاقوي. نقطة أخرى سيد عقلي، ممكن من التحديات الأخرى أمامنا هو مراجعة المنظومة البنكية والمصرفية والضريبية الجمركية، وأيضا تحدي آخر هو الرقمنة. ما الذي تحقق لحد الآن؟ اليوم منظومة، تكلمت عن المنظومة الاقتصادية، احنا كي نتكلموا عن المنظومة المالية والبنكية احنا نقوم أهم وأم التغييرات. ما تقدرش تمشي لمسار اقتصادي بمنظومة بنكية غير مساهمة تتماشى مع حقيقة. نعم. الاقتصاد العالمي وحقيقة السوق. اليوم تكلموا على التصدير، كيف تتكلم مثلا على التصدير وانت عندك منظومة بنكية لعله ماهيش متماشية وماهيش تحفز نوعا ما المصدر؟ فيه قرارات أخذت، هل هي كافية؟ لا، منتظر أن تؤخذ أخر كقرارات أخرى لمساهمة حقيقية للسماح نوعا ما المتعاملين الاقتصاديين للتصدير بطريقة جدية وواقعية. المنظومة الجبائية مرة أخرى تخو دامبو تو لامبو، ما تقدرش اليوم تتكلم على منظومة جبائية وانت في ظل أزمة مدة 3 سنوات، سنة 2019 سنة 2020 وسنة 2021. لازم اليوم منظومة جبائية تتطابق مع حقيقة السوق. الجنود نوعا ما اللي احنا شفنا في جائحة كوفيد، ونحييو كل الأطباء وكل عمال الصحة اللي كانوا، احنا الجزائر ربحت جنود حقيقة في الميدان الصحي، جنود البيض يعني، ولكن الاقتصاد عنده جنوده هما شركات. كيف تتقابل هذه الحرب وهذه الحرب الدولية وهذه الشرسة المساهمة للمنافسة الشرسة وبمنظومة أو نسيج اقتصادي ضعيف؟ نعم. ضعيف من أزمة، مش ضعيف من ناحية الديناميكية والمقومات، لا، وضعيف ضعفاته الأزمة. لازم اليوم يعني أخذ بعين الاعتبار حقيقة والواقعية الحقيقية. نعم. ما تقدرش تكلم بلا فيه ناس اليوم حقيقة فهموا، فيه مسؤولين أخرين ما فهموش هذا الشيء. لازم الإسراع مرة أخرى في الذهاب نوع أخذ قرارات واقعية تترجم حقيقة الاقتصاد واللي تسمع بطريقة جدية بعيد عن بيروقراطية وبعيد على هذا الثقل الإداري والوقت الإداري، ليرجع على الخزينة
أسعار باهظة. نعم. ثمن باهظ. صحيح. سيد عقلي، إذا تحدثنا عن التوجه الآن نحو العمق الإفريقي والبحث عن أسواق واعدة في إفريقيا، ما الذي يمكن أن نجنيه من منطقة التبادل الحر الإفريقي، ويعني ما هي السبل من أجل تعزيز أكثر للاستثمار نحو الجنوب؟ نعم، نظن نحيي، وكان أحد من المطالب تاعنا هو ذهاب الغاتيفيكاسيون تاع الساكورت على زليكاف والاتفاقية هذه لتبادل الحر في إفريقيا. هذه كانت أولوية. اليوم المرحلة القادمة هي المرافقة. اليوم نحييو كل العمل اللي تعمل به وزارة الخارجية مثلا. نعم. بإنشاء هذه المديرية للدبلوماسية الاقتصادية، ونوعا ما يعني وضع حجر الأساس لمستقبل الدبلوماسية الاقتصادية، خاطر كان عندنا ضعف في هذا الشيء. يعني عمل كبير عمله وزير الخارجية وكل الطاقم تاعو لنحييوه، وزير التجارة عمل كبير عمل كثير، وزارات أخرى يعني مالية آخرين يتأقلموا، ولكن اليوم فيه لازم إسراع في بطريقة شفافة ب يعني تطبيق منظومة قانونية بنكية جبائية، منظومة اقتصادية في مرافقة وإنجاح المسار الاقتصادي نحوها. في السوق الإفريقي هو سوق نوعا ما عادي. نعم. وسوق يعني تقليدي لنا. هذا هذا يعني القارة تاعنا والسوق. الدول الجوار احنا نشوف دول أخرى جوار كيف عندها فهمت الشيء وذهبت نحو الديناميكية في ليبيا، في دول أخرى إفريقية. عندنا نوعا ما وقت كثير وضيعناه في الاقتصاد الحاويات واقتصاد نوعا ما الموانئ اللي عرفناه قبل. اليوم حان الوقت لأخذ بعين الاعتبار المنافسة ما بين الدول وبطريقة واقعية مرة أخرى، والذهاب بسرعة ولكن بعيد عن البيروقراطية ليصدر عنده هذه اوتوريزاسيون بدون مشاكل، بدون إدارية. اي مشاكل. فيه اراده، انا قلت لك فيه اراده. يعني الهدف والاوبجيكتيف اللي داروا الجمهوريه. نعم. المحدد هو تصدير ما يقارب 5 ملايير دولار او 4 ملايير دولار سنه 2021. نقدر نلحقوه، ولكن باش نلحقوه بطريقه مره اخرى جديه لازم المرافقه الفعليه، فتح الحدود. اليوم لازم نفتح الحدود باش نسمحوا المتعاملين الاقتصاديين للذهاب الى البيع مثلا منتوجات تاعهم. ما نقعدوش نقعدوا دول الجوار تروح تسافر كي تحب، لا عندك روح دير الفاكسان وروح دير الشيء هذا، ولكن لازم نمشحوا بطريقه. انا نظن هذه اولويه مره اخرى. الاقتصاد او التصدير اجباري علينا الذهاب ليه، راح نلحقوا الى نوعا ما توازن او ذيق في الاقتصاد الوطني لازم. والاقتصاد سيدتي المحترمه عنده علاقه بحجم الاستثمارات. نعم. التصدير التصدير عنده على شفنا عندما طلعت الاستثمارات في الصناعة اطلع حجم التصدير. صحيح. والتصدير عنده علاقة مباشرة بحجم الاستثمارات. لازم نعاونوا يعني المنظومة الصناعية تاعنا والنسيج الصناعي باش نقويوه بطريقة سريعة جدا. نعم. اليوم مثلا لازم الإسراع إلى حل إيجاد حل في الشباك الموحد. نعم. عبر الولايات الكالبيغاف اللي راه موقف منذ اكثر من سنه. اليوم مش من المعقول، لازم الاسراع الى هذه الاجونس ينحلوها ينرجعوا الكالبيغاف. اليوم اسراع مش مفهوم التعامل الاقتصادي انه منذ اكثر من سنه هو ينتظر في يعني دراسه ملفات الاستثمار في الولايات. هذه نقاط قلت لك حجم الاستثمارات عنده حلقه علاقه مباشره بالتصدير. لو طلع حجم الاستثمار الصناعي راح يطلع لك التصدير، لو ما يطلعش حجم مش راح يطلع التصدير. وضروري جدا يعني التركيز على ترقية الصناعات المحلية حتى يعني تحل محل المنتجات المستوردة والمراهنة على عوائد تجعل من الجزائر بوابة لإفريقيا. نعم، احنا ما شفناش نموذج في العالم مشى بدون اولا وقبل كل شيء يعني بنية تحتية صناعية قوية. نعم. محلية. تكلمت اليوم موش من نستوردوا اي شيء، لازم كل ما يستورد لازم تعد عندنا القدره، او اغلب ما يستورد لازم عندنا القدره اللي ننتجوه بسرعه. صحيح. اليوم فيه الحلول. الجزائر ارض خصبه للاستثمار، ارض خصبه للنجاح، ولكن هذه نوعا ما مرهونه بكل ما نوعا ما يلونكادغ يعني يؤطر هذا المسار، ولكن عندنا كل الثقه في السوق تاعنا. نعم. متفائلين خير يعني مالغي لا كريز رانا متفائلين خير، ولكن قلت لك الوقت نوعا ما هو الحليف، الوقت يداهمنا للحليف او العدو. اليوم في التسريع نوعا ما في تأطير ونوعا ما ترجمه هذيك الاراده اللي التمسناها عندما التقينا رئيس الجمهوريه. عندما التقينا فيه الاراده، فيه اراده فعليه وفيه نيه حسنه للعمل، ولكن نشوفوا تطبيق ياخذ وقت.
التطبيق ياخذ وقت. اليوم فيه مشكل حقيقي في التطبيق. نعم. يعني احنا المتعاملين الاقتصاديين، هل السؤال عندنا القدره لاخذ الرهان؟ نعم، المتعامل الاقتصادي عنده القدره اليوم واجد نوعا ما لاخذ الرهان، والمستقبل نوعا ما هو اللي حقيقة راهن في ظل تأطير نوعا ما هذا المنظومة القانونية والاقتصادية. نعم. ربما الخطر الذي يهدد والذي يقلق يعني هذا التطبيق الفعلي ويعرقله هو خطر البيروقراطية، وخطر أيضا ضرورة تغيير الذهنيات الإدارية لدى المواطن الجزائري. نعم، البيروقراطية يعني حقيقة احنا كنا نتكلم عليها، ولكن رئيس الجمهورية تكلم على نوع جديد نوعا ما من هذا إرهاب. نعم، مش من المعقول انك تجي تخلق ثروه في مكان ما وما يعطيكش التسري بيسمح لكش يخلق على اجل ورقه وعلى اجل وقت وعلى اجل امضاء وعلى اجل مسؤول ما يحبش يمضي خايف. لازم اليوم رجع الثقه ما بيناتنا الجزائريين، ما عندناش بلد اخر. خلينا نتكلموا على مستقبل اولادنا، مستقبل الاجيال القادمه. لو كان ما نجحوش حقيقه في ارجاع الثقه وفي لابيزمون، لازم احنا نرجعوا لحقيقه الناس قاعده تخاف. احنا نتكلموا مع المتعامل الاقتصادي يقول لك نخاف نستثمر، المسؤول يقول لك نخاف نمضي، ايماجيني يعني الاجنبي كيف راه يشوف فينا. احنا بيناتنا ماناش لازم اليوم حان الوقت ان نشوفوا العالم العالم يعني فيه استرجاع هذه الثقه لدى المستثمرين المحليين. يعني أنا قلت لك لازم هذه بطريقة يعني في تأطير قانوني يعني رسائل قوية من طرف أكبر وأعلى هرم من الدولة للمتعامل الاقتصاديين. قال أعملوا، إحنا رانا مش شيطنا نوعا ما المتعامل الاقتصادي. حان الوقت إلى أنا أقول لك الحروب تبدلت اليوم. صحيح. الدول الكل راهي في وقت يعني الاتحاد وفي وقت الانسجام، وإحنا رانا نتكلموا على منظومة اقتصادية مبنية على ورقة وتسريح لا هذا شيء مربي الفشل تاعو. الإسراع نوعا ما في خلق الثروة هو الوسيلة الوحيدة للخروج من كل الأزمة تاع الجزائر. حل الأزمة في الجزائر احنا واعيين انه هو اولا وقبل كل شيء اقتصادي، موش حاجة أخرى. شكرا لك سيد محمد سامي عقلي، رئيس منتدى الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، على كرم الحضور وعلى كل هذه النصائح القيمة. شكرا جزيلا. أشكرك. مشاهدينا الأفاضل إلى غرفة الأخبار وموجز بأهم الأنباء من هناك. موجز لأهم الأخبار من الأخبارية الجزائرية، أهلا بكم. بداية ومواصلة للزيارات التفتيشية والتفقدية إلى مختلف النواحي العسكرية، شرع السيد الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أمسي شرع في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار. وبعد مراسم الاستقبال ورفقة اللواء مصطفى إسماعيلية قائد الناحية العسكرية الثالثة، التقى السيد الفريق بقادة الوحدات المرابطة في هذا القطاع العملياتي الحيوي وإطاراتها، أين أسدى جملة من التعليمات تصب في مجملها حول ضرورة تعزيز موجبات الجاهزية العملياتية والاستعداد للتصدي لمختلف أشكال التهديدات مهما كان نوعها أو مصدرها، فضلا عن التحلي بأعلى درجات اليقظة والحذر. وفي القطاع العملياتي الأوسط، قام السيد الفريق بتدشين قاعة متعددة الخدمة ليلتقي بعدها بالإطارات والمستخدمين، حيث ألقى كلمة تبعها أفراد جميع قطاعات ووحدات الناحية، أكد خلالها حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على مواصلة مشوار تعزيز قدرات الجيش الوطني الشعبي بكافة مكوناته للتكييف مع تحديات المرحلة الراهنة، ويساهم بذلك في تحقيق الأمن والاستقرار. تتواصل لليوم الثاني على التوالي بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف أرحالة بالعاصمة الجزائر، تتواصل فعاليات الدورة الأولى للصالون الاستيراد والتصدير
فيما بين البلدان الأفريقية والتي افتتحت أمس بمشاركة 130 متعاملا اقتصاديا من مختلف المؤسسات العمومية والخاصة، بينهم 15 مشاركا من الدول الأفريقية. الصالون هذا يندرج في إطار مرافقة الاتفاقيات الجمركية البينية الأفريقية المتعلقة بإنشاء منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية التي دخلت حيز التنفيذ بداية هذه السنة. في المشهد السياسي، تتواصل مجريات الحملة الانتخابية للتشريعيات 12 جوان المقبل في يومها السابع، حيث يسعى المشاركون من خلال تنظيم تجمعات شعبية ولقاءات جوارية مكثفة إلى استمالة الناخبين وتحسيسهم بضرورة المشاركة القوية في هذا الموعد الانتخابي واختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني. صحيا، وفي تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، سجلت 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات، فيما تماثل الشفاء 175 مريضا خلال 24 ساعة الماضية، وهذا حسب بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. سجلت فجر اليوم في حدود الساعة 3:03 هزة أرضية بلغت قوتها 3.2 درجة على سلم ريختر بولاية بجاية، حسب ما أعلن عنه مركز البحث في علم الفلك والفيزياء والفلكية والجيوفيزياء، الذي أوضح أن مركز الهزة حدد في عرض البحر على بعد 16 كيلومتر شمال غرب مالبو. دوليا، وفي تطورات الوضع بمالي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الهدوء والإفراج الفوري عن القادة المدنيين المحتجزين من قبل الجيش. هذا وأعلن نائب رئيس المرحلة الانتقالية في البلاد عن تجريد الرئيس الانتقالي باهن داو ورئيس الحكومة مختار وان من صلاحيتهما، مبرزا في الوقت ذاته أن العملية الانتقالية في البلاد ستواصل مسارها الطبيعي وأن الانتخابات المقررة ستجري في موعدها المحدد عام 2022. في الملف الفلسطيني، تحركات دولية وإقليمية تشهدها الأراضي الفلسطينية من أجل إقرار تهدئة وحل سياسي في المنطقة، حيث شدد كاتب الدولة الأمريكي للخارجية أنطونيو بلينكن أن أمس خلال زيارته للقدس ورام الله على ضرورة تعزيز فرص التهدئة وإطلاق جهود من أجل إعادة إعمار قطاع غزة، مشددا على ضرورة العمل بخيار الحل الدولتين، وهو الخيار الذي ينتظر أن يطرحه اليوم وزير الخارجية البريطانية دومينيك راب في لقائه قلت اليوم مع المسؤولين الفلسطينيين وقادة الاحتلال. في السياق، تواصل قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في صفوف فلسطيني الداخل المحتل رغم نداءات التهدئة وخفض التصعيد الأممية والدولية. في تطورات الملف النووي الإيراني، انطلقت أمس بفيينا جولة مفاوضات خامسة بين ممثلي القوى العظمى وإيران، وذلك وسط أجواء وصفت بالمشجعة على إثر توصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران إلى اتفاق يتيح منح مهلة شهر واحد لمفتشي الوكالة لممارسة أنشطتهم الرقابية داخل المنشآت النووية الإيرانية. يشار أن واشنطن كانت قد أعربت قبل يومين عن تأجيل رفع عقوباتها على إيران بعد تأكيدها أنها لم تلمس تجاوبا للأخيرة مع بنود الاتفاق النووي الموقع عليه العام 2015. في مستجدات موضوع كورونا حول العالم، صادق قادة الدول الأعضاء 27 في الاتحاد الأوروبي ببروكسل على الشهادة الصحية التي ستتيح إعادة فتح الحدود تدريجيا بعد الأزمة الصحية اعتبارا من الفاتح جوليا المقبل، وذلك باستحداث شهادة رقمية أوروبية لكوفيد-19، وستثبت الأخيرة أن حاملها
عندها تلقى اللقاح ضد الفيروس أو لديه فحصا نتيجته سلبية. إلى ذلك أعلن البيت الأبيض أن نحو نصف عدد البالغين في الولايات المتحدة الأمريكية أي حوالي 130 مليون شخص تم تطعيمهم بشكل كامل بلقاحات ضد فيروس كورونا المستجد خلال 6 أشهر الفارطة. في عالم الفضاء نشرت الوكالة الفضائية الأمريكية صوراً تحاكي الخسوف الكلي الذي يرتقب استكماله مساء اليوم، وهذا منذ نحو 2 عامين. وسيتمكن العاملون في حقل الفضاء من مشاهدة خسوف كلي وشامل لقمر ضخم يميل إلى الحمرة لمدة تصل إلى 15 دقيقة. أخيرا وفي الرياضة، تلعب اليوم الجولة 23 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ويأتي البرنامج على الشكل التالي. شباب قسنطينة مولودية الجزائر، وهي المباراة التي تتابعونها على القناة الأرضية والقناة الرابعة الناطقة باللغة الأمازيغية، شبيبة سكيكدا جمعية عين منيلة، أولمبي نمدية اتحاد الجزائر، نصر حسين داي شباب بلوزداد، اللقاء سيكون منقولا على قناة كانال الجزائرية، وداد تلمسان مولودية وهران، المباراة تشاهدونها على القناة السادسة، نجم مقرى وفاق سطيف، سريع غليزان يستقبل أهلي برج بوعلاريج، ونادي بارادو اتحاد بسكرة، اتحاد بالعباس شبيبة الصورة، وأخيرا شبيبة القبائل تستقبل جمعية أشلف. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة بحول الله. جدة الترحاب بكم مشاهدينا الأفاضل إلى الساعة الثانية من برنامج هذا الصباح، ونستهلها بالحديث عن الملف الصحراوي. العلاقات المغربية الخارجية على صفيح ساخن بعد افتعال المغرب للعديد من الأزمات الدولية. متابعة للموضوع، أربط الاتصال هاتفيا مباشرة مع السيد حمى المهدي، مسؤول قسم المواقع الإلكترونية بوزارة الإعلام الصحراوية. سيد حمى المهدي، صباح الخير. سيد حمى، اهلا وسهلا. اهلا بك سيد المهدي، شكرا لك على قبولك دعوة المشاركة معنا. نتحدث معك الان حول العلاقات المغربية التي اصبحت على صفيح ساخن بعد افتعال المغرب للعديد من الأزمات الدولية، عن ان على المستوى القاري او الدولي. برأيك، وهو ما خلق له عزلة يعني دولية، برأيك ما هي الخلفيات والأسباب وراء كل ذلك؟ صباح الخير سيدتي الكريمة، وشكرا جزيلا على الاستضافة. المغرب ظهر على حقيقتي أمام الرأي العام الأوروبي والدولي بعد هذه الفضيحة المدوية التي بانت عن قيمة الإنسان في المغرب الذي يستخدم كأوراق ضغط وأوراق ابتزاز للحصول على مكاسب سياسية لنظام للأسف الشديد يرمي بمواطنيه في البحر لابتزاز جيرانه في مشاهد لم يسلم منها حتى الرضع والنساء الحوامل، وهن يعني يكابدن أمواج البحر العاتية للخروج من هذا الجحيم والوصول لأوروبا في أمواج بشرية غير مسبوقة، وكأن هذه الجموع يعني الهاربة هي تفر من سجن. هذا الابتزاز طبيعة الحال جاء كرد فعل على المواقف الصلبة للمجتمع الدولي من القضية الصحراوية والتمسك بمعالجتها وفق قواعد وأسس القانون الدولي والشرعية الدولية. وبالتالي المغرب يحاول أن يقول بأن الأزمة جاءت رد على وجود الرئيس الصحراوي لتلقي العلاج بإسبانيا. قبل ذلك قطع المغرب علاقاته مع ألمانيا لأي سبب، لأن ألمانيا دعت مجلس الأمن لجلسة طارئة للرد على تغريدة تراه المتناقضة مع القانون الدولي ومع قرارات الأمم المتحدة. المغرب اليوم يهاجم جنوب أفريقيا لأنها عبرت في الجمعية العامة عن دعمها للقضية الصحراوية، وبالتالي هو يدخل
ويفتح جبهات صراع مع كل دول العالم التي تتشبث بالشرعية الدولية كأساس لحل القضية الصحراوية. إذن هذه الأزمة التي يفتعلها المغرب اليوم ويحاول تصديرها لكل دول جواره الغاري والدولي تكمن في فشله الذريع في الحصول على مواقف داعمة ومؤيدة لاحتلاله اللاشرعي للصحراء الغربية. وهنا سيدتي ممكن أن نعود إلى نستحضر انسحاب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984 احتجاجا على قبول عضوية الجمهورية الصحراوية ودخول في صراع مع كل دول الغارة التي ذاقت ويلات الاستعمار وذاقت مرارة الظلم الذي واجهته الشعوب وواجهت هذه القوى الاستعمارية. ولكن المغرب عاد بعد أكثر من 30 سنة ليطلب الانضمام لهذه المنظمة الغارية دون أن يتغير وضع الجمهورية الصحراوية، ورضي في النهاية بالجلوس جنبا إلى جنبا إلى جنب الجمهورية الصحراوية. وبالتالي نجد أن هذا 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 المبرر الذي يتخذه المغرب وهذه المبررات الواهية التي يستخدمها هي مجرد ابتزاز وضغوط للحصول على مكاسب سياسية. نعم سيد حما المهدي، يعني ما تداعيات هذا الوضع على القضية الصحراوية، وعلى ماذا سيرتكز الصحراويون لمواجهة ذلك؟ المغرب يعتقد أنه بهذه الأزمات يعيق تقدم القضية الصحراوية ويؤثر على مشروعية كفاح الشعب الصحراوي دون أن يعي أنه يساهم في إعطائها الزخم السياسي والإعلامي ويجعلها حاضرة بأكثر قوة في معاركه الخاسرة، لأن الدول التي تحترم نفسها وتنسجم مواقفها مع الشرعية الدولية لا تخضع للابتزاز وللمزايدة ولا تزيد هذه الممارسات سوى التشبث بمواقفها. وهذا ما شاهدناه في أوروبا التي أعلنت تضامنها مع إسبانيا بعدما تحولت الأزمة مع المغرب إلى أزمة مع أوروبا بكاملها، ورأينا كيف قدمت وزيرة الخارجية الإسبانية يوم أمس التهاني للدول الإفريقية بمناسبة يوم إفريقيا بوضع خارطة كل الدول الإفريقية بما فيها خارطة الجمهورية الصحراوية. إذن هذه الممارسات التي يحاول المغرب ويظن أنه يجد من وراها مكاسب هو يكتسب العكس. بالنسبة للقضية الصحراوية هي قضية شرعية دولية بحكم القانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وكل قرارات والمواثيق الصادرة على الأمم المتحدة تنظر إلى القضية باعتبارها قضية تصفية استعمار، ولهذا هي تعالج في اللجنة الواحدة للأمم المتحدة ضمن قضايا تصفية استعمار. وبالتالي الجمهورية الصحراوية اليوم هي حقيقة لا رجعة فيها. الدولة الصحراوية هي عضو كامل العضوية بالاتحاد الإفريقي، هناك موقف إجماع إفريقي على عدالة كفاح الشعب الصحراوي لاستكمال مسار تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة إفريقية. يوازيه موقف دولي للكثير من الدول سيد حما المهدي التي تدافع عن روحها الشرعية الدولية لهذه القضية. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة سيد حما المهدي مسؤول قسم المواقع الإلكترونية بوزارة الإعلام الصحراوي، شكرا لك. مشاهدينا الأفاضل الآن إلى الملف الصحي، حيث سنعرج فيه على الإجراءات المتخذة لتسريع وتكثيف عملية التلقيح ضد وباء كورونا. وفي الموازاة لنا أيضا وقفة عند قرار الفتح الجزئي للرحلات الجوية الفاتح جوان القادم وما يرافقه من تدابير وقائية صارمة. ضيف الصحة والمزيد من التفاصيل بعد الفاصل. أرحب وإياكم مشاهدينا الأفاضل بالبروفيسور عبد الرزاق أبو عمرة مختص في الطب الوقائي بمستشفى تيبازا. بروفيسور أبو عمرة صباح الخير، شكرا لك على تلبية الدعوة. صباح الخير وشكرا جد، أنا سعيد جدا أن يكون معكم هذا الصباح. نحن أسعد بروفيسور. يعني دعنا ننطلق من الوضعية الوبائية الحالية في بلادنا وما يرافقها من استمرار لعملية التلقيح ضد الوباء، كيف تنظرون للمشهد اليوم؟ في الحقيقة في الوضعية الوبائية في الجزائر كانت مستقرة في أسابيع عدة، كان في الأسابيع الأخيرة كانت شهدت صعود قليل في العدد وعادت رجعت العدد اللي كان اللي كنا مسجلينه. وحنا واش كنا نسمعوا بزاف نقولوا الحالة أنها في حالة نقولوها ستاسيونار ولا مستقرة، واش معناتها؟ معناتها راهي تزيد وتنقص تزيد وتسقط، ما طلعش هذاك العدد اللي كنا خايفين. إذا في فرصة نقولوا أنه لحد الآن الجزائر تشهد حالة استقرار،
هذا ما يمنحش أننا لازم نقعدوا بالحذر تاعنا دائما، لأننا مازلنا نسجلوا حالات، هذا يدل على أنه الفيروس هذا مازال أون أكتيفيتي في الجزائر. طيب بروفيسور بوعمرة، ما هي الإجراءات المتخذة من أجل تكثيف وتسريع عملية التلقيح والوصول إلى أكبر عدد من الملقحين يعني في بلادنا؟ لا، هو في الحقيقة لازم نعرفوا تاريخ دخول التلقيح، لازم نعرفوا أنه التلقيح كان من أولويات كل الدول. نعم، كان فيه باش نوصلوا لهذا الآن نسرعوا وفي عملية التلقيح، كان لازم أنه مثلا الصحة كانت لازم أنها تتخصص مراكز تلقيح، وكذلك تفورمت الناس اللي راح يديروا التلقيح. نعم، نعرفوا أن الجزائر عندها تجربة مليحة في مجال التلقيح. نعم، هذه التجربة اللي من بعد الاستقلال حتى الآن احنا من الدول اللي كنا تحكمنا في أمراض كثيرة عن طريق التلقيح. لكن المشكل اللي صار أنه لما يكون الطلب كثير والعدد الفاكسان اللي يدخل لك قليل. إذن لازم الاستراتيجية تاعك تتماشى مع العدد. نعم، احنا من الدول كذلك القليلة اللي بدينا الفاكسان تاعنا مبكرا. نعم، وهذه هي خاصة كان القرار رئيس الجمهورية. ما نساوهش هذه، لكن إذا كنت تستنينا وش يعطونا بار اكزومبل هذاك تاع الكوفاكس وتوزا، نبداو التلقيح حتى الآن. الكوفاكس صافي شحال، أن موا ولا دو موا من اللي جانا التلقيح تاعو. إذا هو القرار الصائب اللي كان خلانا نبداو التلقيح. بدينا التلقيح كما تعرفوا أنا بطريقة كانت الاستراتيجية مبنية على نقطتين، أنه نأخذ بعين العدد اللي حيدخل لك ولا لا كونتيتي، وكذلك نأخذ الوضعية الوبائية تاعنا، استدي الأشخاص اللي كانوا مرضوا بالوباء ولا هما عرضة باش يمرضوا. إذا العدد كان يدخل لنا قليل، كان الفالي با حنا عندنا باغ اكزومبل في بازا يلي في بوكو دو سونتر لي فورمينا الناس تاعهم وجدناهم. نعم، لكن ما نقدروش نديرو في جميع لي سونتر، كان لازمنا نسيبليو كالكو سونتر ولا مراكز على حساب العدد تاع التلقيح. نفس الاستراتيجية اللي صرات في الجزائر. ومن بعد كل ما يزيد التلقيح كل ما تزيد تفتح هذه دوتر سونت ولا مراكز أخرى اللي هي في الحقيقة راهي واجدة، لكن مع أن بما أن التلقيح ماهوش كثير ما تقدرش تفتحها. إذا هذه الأول نقولوا لها بروغريسيف. كان ثاني حاجة هو اللي الثاني اللي خذيناها بعين الاعتبار هما الناس اللي عرضة أكثر للخطر. نعم، شكون هما الناس اللي عرضة إلى الخطر أكثر؟ بدينا بالناس ولا الناس اللي يشتغلوا في المستشفيات البيرسونال دو سونتي. وكان كذلك في الدراسات الوبائية تاعنا شكون الناس اللي كانوا تعرضوا جاتهم لا فورم تاع الكوفيد فورم سيفير، استدير كان المرض خاطر. نعم، هي الناس اللي عندهم امراض بليزيور مزمنه واكثر من 65 سنه المسنين. اذا هذه هي الاستراتيجيه بروغريسيف بارابور لا كونتيتي تاع الفاكسين اللي يدخل لك. ولي دوز اليمون سي الناس اللي عرضه اكثر، استدير ليكسبوزيسيون أكثر هم البرسونال دو سونتي المسنين الآن، ولكن في الأيام الأخيرة لازم نعرفوا أنه فيه تحسن في دخول اللقاح. فيه تحسن كثير إذا لاحظنا، وكان هذا منتظر، لأنه لما يكون الطلب كثير لازم نعرفوا طلب كثير. كل الدول كانت تطلب في اللقاح، الدول اللي كانت عندها هي اللي تفابريك اللقاح استطعت أنها تجيب تلبي الطلب تاعها. الدول اللي كان عندها علاقات مليحة كذلك لبات. الدول الإفريقية مثلا، كاين دول إفريقية ما عندهمش كثير من اللي بداوا في الفاكسين. نعم، إذا هذا ما يلزم. الآن لما حبينا نسرعوا في اللقاح لازمنا دونك لا كونتيتي تدخل أكثر، وهذا شاهدنا أنه في تحسن. نعم، لازمنا لي سونت لي بريباريناهم بور الفاكسان. قلت لك كاين دي سونت اللي لحد الان مازالوا ما شغلوش، وفا ايلارجي وفا لي توشي هذوك لي سونت. نعم، باش يكون العدد اكثر. لازم كذلك في لا بوبيلاسيون تاعنا اولا، وهذا مهم جدا، انه في البدايه كان فيها غيتيسونس، كان خوف كثير، لكن الان فيه طلب كثير. صحيح، يسمى الان تعكس الشيء. إذا لا حبينا بدينا بالبيرسونال دو سونتي لا بوبيلاسيون اللي اكثر من 65 سنه افيك بليزيو موربيديتي، نقدروا نهبطوا لا بوبيلاسيون اللي قل
نعم. اكثر من هي في الحقيقه محطوطه في الاستراتيجيه اللي من 50 سنه الى الفوق، كذلك افيك موبيليتي ونفا ايلارجي لو شو مع العدد الكثير حتى نوصلوا، لانه في الاخير لازمنا نفاكسيني كل لا بوبيلاسيون تاعنا اللي قصر اكثر من 18 سنه. هذا هو لوبجيكتيف تاعنا، ولكن هذا يتطلب اون كونتيتي كبيره تاع فاكسان. احنا فيه تحسن، دونك لازمنا نسرع نستغل هذه الفرصه يعني تنامي الثقه في اللقاح. بروفيسور بوعمره، ممكن نتحدث عن شيء اخر يثير المخاوف والهواجس لدى المواطن وهو الفيروسات المتحوره، ما هي الوضعيه اليوم؟ هناك حديث ايضا عن الفيروس الهندي ومرض اخر الفطر الاسود، ما العلاقه بينهما؟ يعني هل الوضع متحكم به محليا؟ لا، اذا عطينا نعطيو بمانيير جينيرال واش هما لي فاريون، لازم تعرفوا ان الفيروس باش يعيش يلزم يدير دي ميتاسيون يسموها. كاين دي ميتاسيون وين ما نعرفوهمش. دايور يقول لك كاين اكثر من 1000 ميتاسيون صرات تاع الفيروس هذا ما حسينا لهاش. الفيروس وقتاش الفاريون هذا وقتاش نعرفوه؟ لما الفيروس يغير ثلاث اشياء في الخصائص تاعو. الخاصه الاولى هي لا ديفيزيون تاعو، سيتادير الانتشار تاعو، وهذا اللي كان حدث في الفاريون بريطانيك والفاريون سود افريكان والفاريون بريزيليا والان الفاريون انديا المتغير. هذوما الثلاثه الخاصيه تاع الانتشار زادت. الخاصة الثانية اللي تخوف انه لو بوفوار باتوجين، يعطيك المرض يكون قوي، الكوفيد يجيب اعراض سيفير ويعطيك لي ديسي اكثر. والخاصة الثالثة اللي حنا نخافوها بزاف انه هذوما لي فاريون يريزيستيو للفاكسان، سكون ابال لي شافو اليمونيتي يقاوم الفاكسان. اي سي بور سا لو فاريون لو ام اس تكلاسي لي فاريون هذوما سولون تروا 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 زيليمون. الاولى كلاسي لي فاريون لي يديروا مشاكل يسموهم لي فاريون بريوكوبون. نعم. من هذوما لي فاريون اللي الاربعه اللي قلناهم، كان ما كانش فيهم الانديا. نعم. صافي حوالي 21 يوم دخلوه معاهم مع الثلاثه الاولى، اذا الفاريون بريطانيك، الفاريون سود افريكا، الفاريون بريزيليا، الفاريون انديا. الحاله الثانيه واللي فاريون اللي نخلوهم سو سيرفيونس. نعم. هذه لو ماست كلاسي راهم سو سيرفيونس، اذا بدلوا اذا عطاو اذا غيروا الخصائص بقوه راح يعاودوا يكلايرو كلاسيهم ويطلعوهم في لا كلاس ولا القسم الاول. وكاين الحاله الثالثه هما لي فاريون اللي قلت لك لانها فيهم تغيرات كذا اللي راهم سو ايفالياسيون، اذا كانوا ما مدوش ما غيروش الخصائص نقدروا ما نعرفوهمش يروحوا هكذاك. الان الحاله في الجزائر انه فيه عدد دي فاريون ولا عدد المتغير اللي تسجل، لكن هو ماهوش بالعدد الكثير اللي تسجل في بلدان اخرى. نعم. سجلنا لحد الان عندنا لو فاريون انجلي هذاك ولا الانجليزي. الخصائص تاع هذا لو فاريون انجليزي وهذا لازم يعرفوها انه الانتشار تاعو قوي، يعطي لي فورم سيفير ولا لي فورم غراف، ولكن ما الفاكسا يقعد افيكاس. نعم. وهذا يخدمنا في الحقيقه، بويسك حنا على الاستراتيجي تاعنا الان راهي مبنيه على الفاكسا بلا ما نساو الاحترازات الفرديه. الفاريون اللي كان كذلك سجل ولكن مش بالقوه تاع الفاريون بريطانيك هو الفاريون نيجيريون. نعم. الفاريون نيجيريون ماهوش مكلاسي مع الاربعه اللي الوامس تحطها في خاطر، كسجلناها في بعض الدول بليتو المدن تاعنا الجنوبيه. وكاين لو فاريون انديا كذلك اللي تسجل، وتسجل في ولايه تيبازا في مصنع تاع البناء. نعم. هما سيتي سي دو هنود. دي ريسورتيسون هنود رعايه. نعم. يشتغلوا ثم، لكن انا نطمئن المواطن انه لو فاريون هذاك لونكات دارت وجدنا الناس اللي كانوا يحملوا الفيروس، حصلنا الفيروس، نقدروا نقولوا انه الان تحكمنا في الفواي. وكيفاش نقولوا تحكمنا في الفواي في سي بلون سيونتيفيك؟ لانه ما نقدروش باش الانسان يفهم اننا ما نعملوش غير هكذاك. كاين لا دوري دانكيباسيون تاع لا مالادي الماكسيموم تاعها 14 يوم. نعم. لما ما يجيك ولا حاله بعد هذه الوقت هذا نضربه في اثنين اسمه 28 جور، ما يجيك ولا حاله من الفوايه هذاك، تقدر تديكلاري وتقولي انني قدرت نتحكم في الوباء في ولايه تيباس بالنسبه لهذا المتحول. بروفيسور بوعمره، دعنا نتحدث الان عن قرار الفتح الجزئي للمجال الجوي او المرحلات الجويه الفاتح جوانا المقبل.
استجابة للعديد يعني من المتغيرات داخليا أم يعني خارجيا بالذات وداخليا، على ماذا استندت اللجنة العلمية في هذا القرار وما أهمية كل التدابير التي وضعت في هذا القرار؟ لا هي كي لازم نعرفوا انه كي نجيو لا بونديم ولا ليبيديمي لازم ناخذوا مؤشرات. كنت كل مره نقولوا ان لا بونديمي ما تجيلاش بلا علم، صحيح لازم يكون علم. المؤشرات هذيك هي الوضعيه الوبائيه، المؤشر الاقتصادي، كاين المؤشر كذلك السوسيال. لازم نعرفوا ان الوضعيه الوبائيه صح سجلت عند 9 شهور من كذا قليل من الشهور كانت الوضعية في دول كانت وضعية وبائية كارثية، لكن في الأسابيع الأخيرة لوماس ديكلارات وين قدروا وين العدد في تناقص، مثلا في فرنسا فتحوا في تونس فتحوا، دونك العدد راهو مليح، ولكن قاعدة لو سول بي اللي قاعد فيه مشكل هو الهند، لكن كل الدول الأخرى سجلت وضعية مليحة. هذا أول مؤشر. في الجزائر توجور ما زلنا في وضعية مستقرة، صعود نزول صعود نزول، مما ماشي هذاك الصعود اللي يخوفنا، فيه مستقرة. هذا أول مؤشر. مؤشر ثاني هو المؤشر الاقتصادي. إحنا دولة لازم يكون فيه تعاملات، لازم فيه يكون تجارة، لازم فيه يكون اقتصاد، ماكش لأنه دولة لازم فيها ما فيها استراتيجية مع دول أخرى. إذا فيه دخول وخروج. المؤشر الثالث هو الطلب، فيه طلب من الناس اللي هما الناس اللي من المجتمع تاعنا. إذن هو طلب سوسيال. لازم كان لازم فيه رد على هذا الطلب، لكن هذا الطلب كان لازم يواجهه. هذا هو الليكيليب بوضع المعادلة، هو هذا، ولأن فيه طلب من الناس اللي في الخارج عندهم عائلات عندهم بسبب ما شافوه، لكن فيه تخوف من الداخل. إذا لازم نديروا ليكيليب. ليكيليب كيفاش يكون؟ بوضع احترازات. وكان المهم في القرار الرئاسي أنه خضع طرواز ليمو ملاح. كان الحذر، كان التدريج التدرج، والثالثة الحذر التدريج ولا فليكسي المارينا. إذا هذا باش نقولوا للمواطن، حتى اللي باش كنا شفت ناس في الفيسبوك تقلقوا، لكن كل هذا مع البداية. إذا كان وهذا الثلاثة لي تروز انديكاتور راح ياخذوا بعين الاحتبار، وهذا مهم جدا، تطور الوضعية الوبائية. وهذا هو أهم شيء. إذا كانت الوضعية الوبائية تطورت احسن، اذا كنا سرعنا في الفاكسان وقدرنا نكون ناخذوا عندنا ان طوم مليح، في هذه الحاله نقدروا راح يكون في قدروا احترازات اللي راح تجي من بعد واللي راح تكون احسن من الاحترازات اللي راهي درك. اذا لكن في الوضعيه الحاليه انا عجبني كثير القرار، لانه الحذر مهم. البروغريسيف ما نقدروش نفتحوا مباشره، وكنا قلنا انه من الجانب العلمي دائما الاحتراز لما نرفعوه لازم نرفعوه تدريجيا، صحيح، وكذلك فليكسيبل. وهذه في الحقيقه سي لي زيليمو باش نجيريو لا بونديمي بهذه الطريقه، رانا نجيريو بطريقه علميه التطور الوبائي في الجزائر. يبقى قرار سليم وحكيم بروفيسور بو عمره في فائده الجميع. اشكرك جزيلا على كرم الحضور وعلى كل هذه التوضيحات. شكرا جزيلا. اهلا بك. مشاهدينا الكرام، الى هذا الى صوت المواطن حول تشريعيه 12 جوان القادم. يعودوا فيها شبان الله يبارك وقريين لاباس بهم، وفهمت احنا متفائلين باذن الله ان شاء الله ماذا بينا يكون تكون جزائر جديده. الله الله فهمت عبد اكسجين الله في طلع الوجوه الجديده هذه لازم يغيرونا. ها هكذا الساكن العامل حقوق كامله تاع المواطن، نتسنى منها شانجمون يفوك الشعب يحب بلاده. يعني الانتخابات انها يعني تلبي لنا طموحات تاعنا كشباب يعني من ناحيه ظروف العمل. نتمنى البرلمان هذا يكون مغاير، يكون عنده توليفه جديده بالمكونات التي تجمعه. نأمنوا يكون كاين تغيير وتجي رجاله وتوقف عليها وتعدلها وان شاء الله. ان شاء الله منا لقدام ان شاء الله تحسن الامور، تحسننا واسمهم الاوضاع تاع الشعب تاع المجتمع ان شاء الله تنوض ان شاء الله، ونتمنى الخير. بلادنا يعني بات طوب بات تحسن، بلادنا الجزائر الجديده هذه لازم نوعيوا الناس هذو يروحوا ينتخبوا بات البلاد تحسن. ما بلادنا لازم لها ناسها، ومع الاعضاء هذا الجدد ان شاء الله يكون الخير لبلادنا ان شاء الله يا رب العالمين. احنا نتمناو يروح ينتخب يوم 12، لانه ما كاش ما عندناش
ما عندناش طريقه اخرى باش شكون يمثلوا. لازم ننتخبوا نديروا ممثلين الشعب وان شاء الله يكونوا في المستوى ان شاء الله. في ذات السياق وفي ركن قانون لنا حديثنا اليوم عن أهمية الانتخابات التشريعية وآلياتها ووظائفها وما هي ملامح البرلمان الجزائري القادم في ظل كل المتغيرات الحالية. ضيف فقرة القانون بعد الفاصل. أسعد وإياكم مشاهدينا على فضل باستقبال السيد أو الأستاذ عبد الكريم صويرة أستاذ القانون الدستوري. أستاذ صويرة صباح الخير، شكرا لك على تلبية الدعوة. صباح النور وأشكركم على هذه الاستضافة ووجه من خلالكم تحياتي إلى كل مشاهديك. أهلا بك أستاذ صويرة، نبدأ معك حول أهمية هذه الانتخابات التشريعية، هذه المحطة الانتخابية المقبلة الهامة، ما هي آلياتها وما هي وظائفها؟ نعم، طبعا هذه الانتخابات التشريعية تأتي في ظرف مميز، يأتي بعد أولا تعديل الدستور الذي جاء أو كرس إصلاح سياسي كبير جدا. ثانيا أيضا يأتي بعد تعديل القانون العضوي المتعلق بالانتخابات لكي يتماشى مع هذه الإصلاحات السياسية التي جاء بها الدستور والتي نذكر تدخل في إطار برنامج السيد رئيس الجمهورية في الذي انتخب على أساسه في الانتخابات الرئاسية. ولعل أول محطة لتجسيد هذا الإصلاح هو الذهاب إلى تجديد المؤسسات الدستورية والتي من أهمها الغرفة السفلى للبرلمان أي المجلس الشعبي الوطني. وثالثا هذا الانتخابات تأتي في إطار تغيير عميق في النظام أو النمط الانتخابي، ذلك أننا انتقلنا من نظام القائمة المغلقة القائمة النسبية المغلقة إلى القائمة المفتوحة. وأهم ما يميز هذا النظام هو أن الناخب يستطيع أن يختار بكل حرية الأشخاص الذين سيمثلونه في البرلمان، ذلك أن ويعتبر اختيار على القائمة أولا ولكن داخل القائمة يختار الأشخاص. نعم. وهو يختار من شخص إلى غاية العدد المطلوب شغله في الدائرة الانتخابية التي ينتخب فيها. أول مرة راح يكون لاختيار الناخب قيمة ومضمون لأنه هو الذي يختار، لأنه في السابق كان من يتصدرون رؤساء القوائم يفوزون بصفة آلية، فكان اختيار المواطن تقريبا يرجع إلى المرتبة الثانية أو الثالثة في تحديد تشكيلة المجلس الشعبي الوطني. إذن هذه هي الرهانات بالنسبة لهذه الانتخابات، مما يجعل أن الناخبين هذه المرة تكون لهم هذه الحافزية لاختيار ممثليهم. وأخيرا هذه الانتخابات تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى الدور والمهام الكبرى التي أسندها الدستور في التعديل إلى هذه المؤسسة. طيب أستاذ صويرة، على ذكرك هذه النقطة بالذات دعنا نقف عند وضع البرلمان الجزائري في الدستور المعدل، ما هي الصلاحيات التي خولها له من أجل إعادة التوازن بين المؤسسات؟ نعم، هذا هو الرهان الكبير، هو أن الإصلاح السياسي الدستوري والمؤسساتي أعاد التوازن بين السلطات. خلينا نقول أنه في السابق كان فيه نوع من الهيمنة للسلطة التنفيذية على باقي السلطات، الآن في ظل هذا الإصلاح كل السلطات تستعيد صلاحياتها في إطار عملية توازن مؤسساتي وطبعا وتعاون بين هذه المؤسسات، بحيث يصبح البرلمان بغرفته هي المؤسسة التي لها صلاحية خليني نقول صناعة التشريع. نعم. وهذا مهم جدا، لأن من خلال التشريع والقوانين نجسد كل الإصلاحات،
التحسين في المنظومة التشريعية للتكفل بكل الانشغالات بالنسبة للمواطنين في شتى ملاحي الحياة. ويصبح في السابق تقريبا كان التشريع تتقاسمه السلطتان التشريعية والتنفيذية، وخليني نقول أن كانت قوانين هامة جدا كانت تصدر عن طريق أوامر تشريعية، بمعنى تدخل السلطة التنفيذية في صلاحيات السلطة التشريعية. اليوم التشريع هو صلاحية خالصة للبرلمان بغرفتين، طبعا مع توزيع تقسيم بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. مجلس الأمة له صلاحيات المبادرة بالتشريع أو التشريع في الأمور متعلقة بالتنظيم الإقليمي والتنظيم المحلي، باعتبار أن ثلثي أعضاء هذا المجلس ينبعون من الولايات والبلديات، وباقي الأمور هي من اختصاص المجلس الشعبي الوطني. وأصبح التشريع بأوامر محصور ومحدود جدا، إلا في حالات الاستعجالية، حالات الضرورة، في حال شغور المجلس الشعبي الوطني كما هو الحال الآن، أو في العطلة البرلمانية. نعم. والملامح الأخرى هو أن هذا الملامح الإصلاح هو أن خليني نقول أنه في من خلال إعادة التوازن بين السلطات أن الانتخابات التشريعية هي التي ستحدد لون الحكومة المقبلة، وهذا إصلاح عميق جدا، وتقريبا هذه تجربة فريدة من نوعها في الأنظمة الدستورية والسياسية المقارنة، بحيث أنه من خلال نتائج الانتخابات التشريعية إما أن تكون هنالك أغلبية رئاسية وبالتالي يكون هناك وزير أول، رئيس الجمهورية يختار وزير أول ويقدم مخطط عمل الحكومة وفقا لبرنامج الرئاسي، أو تكون هناك أغلبية برلمانية غير أغلبية الرئيس، وهنا يعين رئيس حكومة من الأغلبية الفائزة وهي التي تشكل برنامجها وتطبقه. وهذا نوع من حكامة سياسية جديدة، بحيث أن تمارس فيها المسؤولية السياسية وفقا لنتائج هذه الانتخابات. الأكيد أستاذ صويرة أن يعني الانتخابات التشريعية المقبلة ستكون مختلفة، وهي يعني بالأساس موعد انتخابي مهم ستتعزز بفضله مسيرة التجديد الوطني المبني على قيم المصارحة، الشفافية، ومحاربة المال الفاسد. كيف تجلى كل ذلك؟ نعم صحيح. أولا تلاحظون أن هذا التغيير يبدأ من خلال الترشيحات، قوائم الترشيحات، بحيث أن عدت في شفافية تامة، والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هي التي تشرف على هذه العملية من بدايتها إلى نهايتها، ورأينا أنها طبقت القانون الانتخابي بحذافيره، بحيث أن ولا سيما فيما يتعلق الجديدة التي جاء بها قانون الانتخابات والمتعلقة أساسا بضرورة أخلقة العمل السياسي، طبعا الانفتاح على الشباب وعلى المرأة، ومحاربة المال الفاسد في العملية السياسية والعملية الانتخابية، بحيث أنه لم يعد أي دور لاستعمال المال الفاسد في توجيه العملية الانتخابية فيما يتعلق كما كنا نقول بشراء رؤوس القوائم، لم يعد له أي معنى، لأن المواطن يختار أي شخص سواء في رأس القائمة أو في آخر القائمة. وكذلك من جهة أخرى إذا حد، وكذلك عملية مثلا في الحملة الانتخابية يمنع منعا باتا استعمال أموال الشخص المعنوي، يعني أصحاب الشركات والأموال لا يستطيعون إلا من خلال هبات ومحددة مثقفة. والشق الثاني هو الدولة لتجسيدا لهذا المبدأ بالانفتاح على الشباب وتمكينهم من ولوج الحياة السياسية، تساعد هؤلاء الشباب دول 40 سنة في القوائم المستقلة في بالناحية المالية للقيام بالحملة الانتخابية حتى يكونون على نفس المستوى مع الآخرين. على ذكرك الحملة الانتخابية أستاذ سويرة، ونحن يعني في منذ انطلاقها قبل أسبوع، المرشحون أمام تحدي في كبير هو إقناع الناخبين بأنه هناك تغيير يعني واستعادة الثقة أمام الجزائريين. ما هي مجالات التغيير الممكنة في عجالة؟
لا، مجال التغيير هي كبيرة جدا. أولا نربطها بالصلاحيات التي أوكلها المؤسس الدستوري للبرلمان أو الغرفة السفلى من البرلمان على الخصوص، لأن أعطاه صلاحيات كبيرة كما قلنا في التشريع، يعني بالإضافة إلى الآلية التقليدية اللي هي أن القوانين تأتي من خلال مشاريع تقدمها الحكومة. نعم. هناك الآن الفتح مجال واسع أمام اقتراحات القوانين التي يمكن أن تنبع من البرلمان نفسه. نعم. وهذه هي القيمة المضافة، لأن في السابق كانت شروط لكي يمر هذا الاقتراح. أولا لازم عدد معين من النواب يمضون عليه، ثانيا أن يقبله مكتب المجلس. الآن تقريبا المجال مفتوح، فضلا عن الرقابة الموكولة للبرلمان على أعضاء الحكومة. نعم. في كل العمل الذي تقوم به، ومن خلال إلزامية تقديم بيان السياسة. نعم. العامة كل سنة، والأسئلة الشفهية والكتابية، وحتى الاستجواب على الحكومة. إذن صلاحيات كبيرة تنتظر البرلمان القادم إن شاء الله. شكرا لك أستاذ عبد الكريم سويرا، أستاذ القانون الدستوري، على الحضور وعلى كل هذه التوضيحات. شكرا لك، أهلا بك. مشاهدينا الأفاضل، بحيرة الملاح بالقالة محمية طبيعية ومناظر خلابة تجلب السياح، تقول ندى أرمدلية في هذه الرحلة. من أروع ما أبدعت الطبيعة في رسمه، تتربع على مساحة 860 هكتاراً بحيرة الملاح، واحدة من أهم المناطق الرطبة بالحظيرة الوطنية للقالة. أعتبر مخزون التنوع البيولوجي الحيواني النباتي، وأيضاً بحيرة الملاح هذا المختبر على هواء الطلق. بحيرة الملاح في الجميل تتربع على مساحة 860 هكتار بعمق أقصى 6 مترات وعمق متوسط 2.5. لديها أيضاً مصب لقناة البحر على مسافة 900 متر. فيما يخص بحيرة الملاح، تعتبر هذا موقع مندمج، وأيضاً موقع رمسار، ستنسين سيت رمسار زون انتجرال. رمسار موقع مصنف منذ 2004. بحيرة الملاح نظام بيئي يتصل مع حوض البحر المتوسط عبر قناة ضيقة، ما يعزز ثروتها الحيوانية والمائية. لديها مياه نوعا ما مالحة، ليخفى على الجميع أنها تتميز بثروة سمكية وحيوانية، خاصة الطيور جد هامة. فيما يخص بحيرة الملاح، فيما يخص الثروة السمكية، لدينا عدة أنواع من البوري، نخص بالذكر نوع البوري القافز لميلي سوتر، وأيضا لدينا أيضا دأب البحر المعروف القاروس لولو، أيضا لدينا القجوج لادوراد رويال، وأيضا سمك موسى عليه السلام لاسول. فيما يخص القشريات، لدينا لاماتساغون. فيما يخص أيضا الأصداف معروف الأكتيفيتي كونشينيكول، لدينا لاكوك ولابالورد، هذه أصناف طبيعية. بحيرة الملاح بتقاسيم تسحر العيان بروعتها، فهي مزج بين نظام بحيري وبحري، جعل منها تحفة فريدة بين الحدائق المائية بالحظيرة. الآن إلى الصباح الرياضي وزميلة سهيلة معوش بعد الفاصل. سهيلة، صباحك سعيد. أسعد الله صباحك يا عفاف. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الجولة الرياضية، والبداية بالبطولة المحلية. شبيبة الثورة سيكون أمام مهمة مواصلة النتائج الإيجابية وتشديد الخناق على متصدر البطولة وفاق سطيف، عندما يتنقل إلى اتحاد بالعباس، أقول عندما يتنقل إلى بالعباس لمواجهة الاتحاد المحلي. أحمد صويلح. نجم مقرى متذبذب النتائج هذا الموسم، يريد استعادة نغمة الانتصارات، لكن المأمورية تبدو صعبة في هذه الجولة،
لما يستقبل الرائد وفاق سطيف. النجم صاحب المركز الرابع عشر يريد التدارك في هذه الجولة بعدما تلقى الهزيمة العاشرة هذا الموسم أمام اتحاد بسكرة في الجولة السابقة. لهذا يريد زملاء بوغاش تصحيح الأخطاء والابتعاد عن منطقة الخطر، خاصة وأن مقرى بعيدة بنقطة عن أول المهددين بالنزول. فيما يريد وفاق سطيف المحافظة على الريادة ومواصلة تقديم عروضه القوية وتأكيد النتيجة الأخيرة لما ضرب بالتقيل أمام اتحاد بالعباس، وفاز الوفاق بثمانية أهداف دون رد أمام اتحاد بالعباس، ليصبح الوفاق أحسن هجوم ب44 هدفا، فيما تلقى الدفاع 11 هدفا. فاز أشبال نبيل الكوكي في 14 مباراة، تعادلوا في 5 وانهزموا في 3 مباريات. أما نجم مقرى فيريد تحقيق الفوز السادس هذا الموسم. قمة نجم مقرى وفاق سطيف لا تقبل القسمة على 2، خاصة بالنسبة للنجم المطالب بتفادي التعثر داخل الديار إن أراد تحقيق البقاء في دور الأضواء. إذن كانت هذه مباراة اتحاد بالعباس وشبيبة الثورة أعدها الزميل أحمد الصويلح، وفي مباراة أخرى يستقبل فيها نجم مقرى وفاق سطيف يسعى فيها الضيوف لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية والتصدر على أو تصدر الترتيب العام للبطولة، يقول الزميل عمر جمعي. بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها اتحاد بالعباس في الجولة الماضية بثمانية أهداف كاملة دون رد أمام المتصدر وفاق سطيف، يستعد المقرة هذه المرة لاستقبال ثالث الترتيب شبيبة الثورة بملعب 24 فبراير. الاتحاد المتموقع في الصف 18 يدخل المواجهة بنية تحقيق نتيجة إيجابية تنسيه وتنسي جماهيره الغاضبة خيبة نتيجة ملعب 8 ماي، ومحاولة إعادة الروح لعناصر التشكيلة البلعباسية بغية الخروج من المنطقة الحمراء، وأي خطأ داخل المعقل مستقبلا يعني تأزم الأوضاع أكثر والدخول في لغة الحسابات، وهو الأمر الذي لا يريده أنصار الفريق والقائمون عليه. وعلى النقيض من ذلك، فإن شبيبة الثورة المنتشية بفوز عريض في اللقاء السابق أمام سريع غليزان بخماسية مقابل هدف واحد ستسافر إلى بالعباس من أجل تأكيد نتيجة السريع والانتصار خارج الديار للعودة لوصافة الترتيب. زملاء الهداف بلال المسعودي يدخلون مقابلة بالعباس بهدف التفوق وضمان 3 نقاط سيكون وقعها مهماً في رحلة البحث عن الوصافة أو التتويج، خاصة إذا أتت رياح الغرب بالجديد وتعثر الحمراء وهناك بتلمسان. مباراة اتحاد بالعباس وضيفه شبيبة الثورة تميل الكفة فيها لصالح نسور الجنوب الذين يحسنون التفاوض خارج الديار، لكن كرة القدم طالما عودتنا على قلب الموازين والمفاجآت. إذن ولأجل تحقيق الانتصار السابع تواليا يتنقل اتحاد الجزائر لأمدية لمواجهة الأولمبي المحلي على ملعب الإمام إلياس. قراءة في المواجهة مع زميل إسماعيل ميلودي. أولمبي الأمدية وبذكريات فوزه بثلاثية لهدف على اتحاد العاصمة ذهابا يمني النفس لمواصلة بسط السيطرة وتحقيق انتصار يكون بمثابة انطلاقة حقيقية للعودة إلى الواجهة مجددا. الأولمبي الذي اكتفى بتحقيق فوز واحد في 8 جولات أمر تسبب في تراجعه إلى المركز العاشر بعدما احتل المراتب الأولى في مرحلة الذهاب. تشكيلة الأولمبي وأمام أبناء سوستارا لن يكون لها خيار سوى تحقيق فوز معنوي وتعزيز الرصيد ب3 نقاط تساعده على الارتقاء في سلم الترتيب، خاصة وأن الفارق لا يتجاوز 3 نقاط عن الفرق المتقدمة.
ولهذا الهدف تشكيلة الأولمبي حضرت بكل جدية طيلة الأسبوع وبمعنويات مرتفعة بعد العودة بتعادل من وهران، كما أن الفريق سيستعيد الثنائي العرب والطيب في الدفاع والوسط، ما يوفر كل الخيارات للطاقم الفني من أجل إعداد التوليفة المناسبة لمواجهة اتحاد العاصمة. هذا الأخير الذي يتواجد في أحسن أحواله وعدم انهزامه في 6 جولات متتالية، ما عاد الطموح للعب على ورقة اللقب، خاصة وأن مشوار البطولة لا يزال طويلا. الاتحاد الذي فاز في الجولة الماضية على وداد تلمسان يتواجد في المركز الرابع ب38 نقطة، حصلت من 11 فوزا 5 تعادلات وتعثر في 6 مباريات، حصيلة تعد بالإيجابية يريد أبناء سوسترة تعزيزها بالفوز على أولمبي المدية والإطاحة به في عقر داره، كون الانتصار يضعهم في البوديوم في حالة تعثر مولودية وهران بتلمسان. معطيات وأرقام تجعل مواجهة أولمبي المدية اتحاد العاصمة لا تقبل القسمة على 2، لتكون إحدى قمم مباريات الجولة 23. أما الدربي العاصمي الذي سيجمع نصر حسين داي وشباب بلوزداد تبقى فيه النتيجة مفتوحة على كل الاحتمالات رغم الأفضلية التي تصب في صالح الشباب يوسف الرزيق. الدربي سيلعب في هذه النسخة والناديين العاصميين ليس في أحسن أحوالهما، كيف لا والنهد لا يفوز في هذا الموسم ويتواجد في المنطقة الخطر في الصف 17. أشبال زير بلال المستقيل لم يتذوق طعم الفوز منذ شهر فبراير الماضي، والنادي يتخبط في مشاكل إدارية وفنية انعكست على أداء الفريق المهدد بالسقوط في حالة عدم التدارك سريعا وتحقيق الفوز تلو الآخر لكسب أكبر عدد ممكن من النقاط. بالمقابل شباب بلوزداد يريد نسيان نكبة الإقصاء المر من رابطة أبطال إفريقيا بعدما عجز عن التأهل إلى الدور النصف النهائي، ليوجه الرادار على المنافسة الوحيدة المتبقية له هذا الموسم ويتعلق الأمر بالبطولة المحلية، خاصة وأن الشباب مطالب بالدفاع عن لقبه وهو متواجد في المركز الخامس ب36 نقطة غير بعيد عن البوديوم الذي يمكن لرفقاء أمير سعيود اعتلاءه في حالة استغلال المباراتين المتأخرتين للفريق. دربي آخر يعد بالكثير في غرب الجزائر، وذلك لما يستضيف وداد تلمسا، وورقة عن اللقاء أعدها زميل محمد جمال. المباراة المحلية بين الوداد المحلي والضيف مولودية وهران تلوح مثيرة بين الفريقين في المواجهة 58، فأصحاب الأرض الذين خسروا أمام اتحاد الجزائر في الجولة الماضية بصعوبة كبيرة مطالبون بالاستدراك والبحث عن نقاط جديدة لتدعيم الرصيد الذي تجمد في النقطة 21. من أجل ذلك سيوظف المدرب الجديد للوداد عبد القادر عمراني أهم أوراقه لتسجيل الانتصار الأول تحت قيادته والرفع من معنويات عناصر الفريق بعد 7 مباريات دون فوز. وفي تصريحاته لمح عمراني إلى ضرورة تعديل أداء الفريق فرديا وجماعيا وخاصة في الدفاع الذي تلقى 27 هدفا وذلك في المباريات اللاحقة. التعديل مطلوب أمام مولودية وهران الذي لا يفكر إلا في البحث عن استرجاع ما ضاع منه في المباراة السابقة أمام أولمبي المدية. ومن حسن الحظ أيضا أن الفريق الضيف سيلعب بكل عناصره ما عدا بنوة الغائب بداعي الإصابة عن المباراة المحلية التي عودتنا على الإثارة والتشويق. وتاريخيا تصب الأفضلية في مصلحة الضيف مولودية وهران في آخر 5 مواجهات منها 1 في الكأس، ويقول جدول النتائج أن فريق الحمراوة عاد ب3 انتصارات من خارج الديار منذ بداية الموسم، ما يوحي بأهمية وقيمة الديربي 58
بين أصحاب الأزرق وداد تلمسان والأحمر مولودية طهران. من أجل التقدم أكثر في سلم الترتيب يستقبل أتلتيك باردو اتحاد بسكرة، هذا الأخير يطمح أو يريد مباغتة المضيف وإنعاش حظوظه في البقاء، يقول وليد غريبية. بأهداف متقاربة يدخل أتلتيك بارادو وضيفه اتحاد بسكرة أرضية ملعب الدار البيضاء لحساب الجولة 23 لبطولة الرابطة المحترفة. الأتلتيك صاحب المركز التاسع ب 33 نقطة والمنتشي ببدايته الجيدة في الشطر الثاني من البطولة بفوزين متتاليين أمام كل من سريع غليزان وفي قسنطينة على الشباب المحلي، يريد المواصلة على نفس النسق والبقاء على مقربة من أندية المقدمة. ومن أجل ذلك رفقاء نادير بن بوعلي يستهدفون استغلال عامل الأرض لبلوغ النقطة 36، وهم الذين لم يتلقوا سوى خسارة واحدة على أرضهم هذا الموسم مقابل 5 انتصارات و4 تعادلات. وعلى الجانب الآخر أبناء الزيبان المتواجدون في المركز الرابع عشر ب23 نقطة من 5 انتصارات 8 تعادلات و9 هزائم، يسعون للعودة بنتيجة إيجابية من تنقلهم الثاني إلى العاصمة في ظرف 10 أيام لتأكيد فوزهم الأخير على نجم مقرة وقبله التعادل أمام نصر حسين داي، ولما لا تحقيق أول فوز خارج الديار ما يسمح لهم بالابتعاد قليلا عن منطقة الخطر. يساعدهم في ذلك أنهم أحسنوا التفاوض هذا الموسم في 6 مواجهات أمام الأندية العاصمية بفوزين و4 تعادلات، 2 من تنقلين أمام المولودية والنصرية. لكن الإشكال بالنسبة لرفقاء يوسف شيبان هو ضعفهم خارج الديار ب7 هزائم و4 تعادلات في 11 تنقل لم يسجلوا فيه سوى 4 أهداف مقابل تلقيهم 20 هدفا، وهي نقطة الضعف التي سيسعى الباك لاستغلالها لصالحه. معطيات تبين صعوبة المباراة وأهمية نقاطها على الطرفين، بين فريق يستهدف الاقتراب من مقدمة الترتيب وآخر يريد الخروج من منطقة الخطر ويعلم أن أي تعثر آخر قد يخلط حساباته. مباراة أخرى قوية تلك التي ستجمع شباب قسنطينة بمولودية الجزائر، مواجهة يقول عنها يوسف رزيق مجددا. شباب قسنطينة مولودية الجزائر إحدى قمم الجولة 23 وإحدى المباريات الهامة في رزنامة البطولة المحلية. الشباب المتواجد في المركز 11 ب32 نقطة يريد كسب المباراة والارتقاء في جدول الترتيب العام، ورغم أن أشبال المدرب ميلود حمدي لم يفوز في المباريات الثلاثة الأخيرة، إلا أن قراءة في أرقام CSC لهذا الموسم توضح بأن الشباب فريق متوازن، فقد حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في نفس العدد وخسر في 6. أما مولودية الجزائر فتريد العودة سريعا لسكة الانتصارات محليا بعدما فشلت قاريا في تحقيق التأهل إلى الدور النصف النهائي من رابطة أبطال إفريقيا. نبيل نغيز لم يبق له سوى التركيز على البطولة المحلية وتحقيق الفوز مثل ما كان الحال في 3 مباريات الأخيرة أمام كل من أهل البرج، نجم مقرى واتحاد بلعباس. المولودية هذا الموسم فازت في 9 مباريات، تعادلت في 7 وخسرت 4 مرات. شباب قسنطينة مولودية الجزائر قمة تعد بالتنافس، الإثارة والندية. مشاهدينا بهذا أصل وإياكم إلى ختام الجولة الرياضية من برنامج هذا الصباح، شكرا على المتابعة ولكم عودة مع زميلة عفاف. شكرا جزيلا لك سهيلة على هذه الإطلالة. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة وكرم الوفاء. إلى اللقاء.